بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. والنهارده حلقه ساخنه ومهمه جدا جدا. ضيف وضيف حضراتكم بعد الفصل الاولاني واللي هيكون قريب جدا هو نجم النادي الاسماعيلي ومدير الكره بالنادي الاسماعيلي السابق كابتن حسني عبد ربه لاول مره، وهو الظهور الاول لكابتن حسني عبد ربه بعد مغادرته موقعه كمدير للكرة بالإسماعيلي. النهاردة عايز يعرف قصة باختصار شديد وبتفاصيل أيضا مهمة يتابع حوار كابتن حسني عبد ربه. الجزء الأخير كمان هيكون معلوماتي إن شاء الله بإذن الله هتكون موجودة مع حضراتكم كل يوم حد. النهاردة الثلاثي ثلاثي أضواء المسرح، النهاردة عبد الباسط وشوقي ورهام الثلاثة النهاردة إن شاء الله بإذن الله هيكونوا موجودين معانا في معلوماتي، فيا رب الوقت يساع. وقبل أي حاجة وقبل ما نخش في أي تفاصيل خلينا نقول إنه صمنا كتير يا جماعة، وبقالنا 3 سنين بنقول هياكل على وشه، وأخيرا يا عم رجب، أخيرا يا أستاذ فكري، أخيرا يا عم عاطف، ريال مدريد اكل على وشه. سنين يا اخواننا، الله سنين نطلع الكلمه ان ربنا يبارك، الدنيا مش ماشيه، لكن هي الدنيا كده، لما تنساها تجيلك، فتنساها تجيلك ثلاثه النهارده، 3-1، في واحد رخم دمه تقيل، في واحد في الاخر سجل لصالح ريال مدريد عن طريق بنزيما في الدقيقه 90، بس ما فيش مشكله، اهم حاجه انه في 3 اهداف سجلوا اليوم في نهائي الكاس، جافي وليفا وبدري، فالجو منعش وجميل والدنيا حلوه. مش مشكله، حتى لو جت بعد شوقه برضه مفيش مشكله، حلاوه الحاجات يا عم بهاء، حلاوه الحاجات لما تيجي بعد شوقه وانت الوحيد الكوير اللي ليك في القصه دي، صح؟ بس انت ما بتجربش انت اللي حاجه، ما علينا. فالنهارده الدنيا رايقه والدنيا حلوه وبرشلونه كسبان والدنيا جميله، مفيش احلى من كده يا جماعه، مفيش احلى من كده بصراحه يعني. طيب عندنا اخبار سريعه، فلازم نخش في الاخبار عشان لازم ايه الحلقه زي ما بقول لحضراتكم النهارده مضغوطه جدا جدا. خلينا اروح للزمالك وتحديدا ما حدث من الثنائي مصطفى شلبي وعبد الله جمعه. احاول انتقي طبعا الكلام علشان تبقى الامور واضحه، ومحمد صبحي كمان، هم 3 ماشي يعني. اللعيبه اللي بتعرف نادي الزمالك عامل حاجه غريبه جدا جدا غريبه يعني. دايما انا بقول انه البني ادم لازم يبص موقع قدمه فين، المسؤوليات اللي عليه، الواجبات اللي عليه، اختيار التوقيت، الامور اللي شبه كده عشان يبتدي يتحرك يعني. ودايما بقول ان الانسان يختار ما يليق به، يعني تختار الشكل اللي انت تصدره للناس، انت بتختار الشكل اللي انت تطلع بيه للناس، خلاص ده عشان ربنا ادانا طبعا المنطق وادانا العقل نفكر بيه. قوم التلاتة في ظل ظروف الفرقة مش ماشية خالص كويس والدنيا مش احسن حاجة خالص، يعملوا التلاتة جلسات ليزر، ودي حاجة غريبة جدا، ها؟ جلسات ليزر ويعملوا ستوري ينزلوها. مش هتكلم في فكرة تعمل وما تعملش نظافتك الشخصية من عدم وقصتك دي كلها على بعضها، دي حريتك الشخصية، اعملها. اعملها زي ما انت عايز. بس لما تعملها اعملها ومش قدام الناس. ولما تعملها وهتنوي ان انت تعملها اختار الشكل اللي يليق بيك يا اخي، ولما هتعملها اختار التوقيت. ما انا ما بقاش مثلا حط نفسك كده مطرح الجمهور بتاعك، بقى انا دمي محروق، ظروفي صعبه، الدنيا قرص عليا قرص ما يعلم بيه الا ربنا، وانت يا اخي مصدر السعاده الوحيد، وانت في اللالا لاند، وانت مش موجود معايا. ممكن تكون انت مركز قوي، بس اللي انت عملته ده اداني انطباع يا اخي ان انت انا مش في بالك يا اخي، يا اخي ده انا ما جيتش، يا اخي ده انا ما عدتش يا اخي على دماغك يا اخي، حتى ما فكرتش فيا. فتصرف الحقيقه
يعني غاب عنه المنطق وغاب عنه التفكير، غاب عنه التفكير. وبالتالي النهارده حاله غضب من جمهور نادي الزمالك، لانه شاف الموضوع ايه ده، ازاي يعني كده يا جماعه. برضو تاني وتالت يا اخي اعمل، يا اخي انا برضو هو ده السؤال، حتى ولو انت بتعمل اعلان، حتى ولو انت بتعمل اعلان يا اخي، اختار الطريقه اللي تطلع بيها. وبعدين هل هي خلاص زنقت دلوقتي؟ ما انت الارشينات اللي بتدخل حلوه، حلوه يا جماعه، حلوه يا اخوانا. الاوضاع صعبه، واحنا ربنا ادانا ميزه ان احنا بنلعب كوره فبناخد ارقام اعلى من الناس، فربنا كرمنا، فاحنا مش محتاجين الا ان احنا نركز بقى في اكله العيش ديت اللي الناس يعني شايفه انه ده يعني ده حاجه كبيره دلوقتي، حاجه كبيره. ها، في الظروف الصعبه اللي احنا بنعيشها، قدر، تتقدر، قدر الموقف، قدر الظروف، جمهورك يقدر، يقدرك. حريتك الشخصيه، حاجاتك الشخصيه، امورك الشخصيه ديرها، بس بمعزل عن الناس. والتوقيت لما تكون هتقرر انك هتعمل حاجه عشان الناس تحزو حزوك، ما انت بتعمل اعلان ليه يعني؟ عشان تقول للناس والله انا عايز اعمل، انا بعمل كذا فاعمله كذا. هل انت متخيل ان الناس هتعمل ده اصلا يعني بالمناسبه؟ طب تحزو حزوك في ظل الظروف دي ولا تبقى منتقده ليك؟ طبيعي جدا يحصل طبعا غرامه ماليه، طبيعي جدا جدا انه يكون في حاله غضب من اداره نادي الزمالك. 300,000 جنيه تم تقريرها كغرامة على اللعيبة صبحي ومصطفى شلبي. وبالتالي كان هو المشهد بقى اللي حصل بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. أما أنا بصراحة دايما بشوف إنه البني آدم لازم يشغل دماغه علشان ما يغلطش. غلط أسهل طريق عمره ما كان المأوحى، غلطان اعتذر وكمل حياتك وتبقى عارف انه ده مش قابل تاني للتكرار، لانه الجمهور ما بيقبلش الخطأ لما يكون مكرر. يعني 40 مليون جنيه بتعطل صفقة ايبوكا. القصة بتاعت ايبوكا ايه برضو؟ احنا القصة بتاعت ايبوكا ايه؟ ايبوكا المفروض ان هو الزمالك كان عايزه، فالناس في سيراميكا كليوباترا قال هنبيع بس ب 40 مليون. 40 مليون منهم 30 مليون كاش بالارقام اهو، مليون 30 مليون كاش. الزمالك قال لك لا، هشتري ب 25، هدفع 14 والباقي اقسطه وهدي لك اثنين لعيبه من عندي، اثنين لعيبه من عندي اعاره. فسيراميكا قال لا، بعد ما كانوا اختاروا اللعيب واختاروا المدير الفني كابتن سامي انه اللعيب ما بقاش معاك. فهي عطلانه في الحته ديت، اذا اتفقوا يبقى اللعيب في نادي الزمالك، ما اتفقوش يبقى مكمل مع سيراميكا كليوباترا. في النادي الاهلي مغربي بيقترب بشكل كبير جدا من الانضمام لسيراميكا كليوباترا على سبيل الاعاره. كولر ما عندوش مشكله، والاهلي هيحسم القصه بتاعت انضمامه لما تخلص كل التفاصيل المتعلقه بيه. بالمناسبه كمان من غير لا توعجني، يعني الاهلي بيحسم ملف المهاجم والصفقه الجديده، واغلب الظن انه الاعلان هيبقى قبل مباراه القمه، اغلب الظن، انما الاهلي بيتحرك فيها بشكل سريع جدا جدا. قايمتين بتوع الفرقتين اللي هيلعبوا بكره ان شاء الله واحده من الماتشات المهمه جدا جدا، الزمالك وبيراميدز. خليني اقول لك قايمه الزمالك قبل ما اروح لفاصل وقايمه بيراميدز. قايمه الزمالك في مواجهه مهمه جدا ما بين فريرا وباتشيكو. فريرا اختار عواد صبحي، عمر جابر، عبد الغني الزناري، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي ومحمد عبد الشافي، اشرف رؤى، عمرو السيسي، دونجا، امام عاشور، نيمار، سيف جعفر، شيكابالا، زيزو ومصطفى شلبي، والهجوم سامسون اكينيولا، سيف الدين الجزيري، ويوسف اسامه، نبيه. بنسبه كبيره طبعا قد يستبعد مصطفى شلبي ان لم يكن يعني هناك استبعاد، اصلا لمصطفى شلبي من التشكيل الاساسي، ماشي كده. تعالوا نروح لبيراميدز نشوف الراجل اختار ايه. باتشيكو اخذ الشناوي، شريف اكرامي، يوسف نادر، الدفاع علي جبر، اسامه جلال، احمد سامي، محمد حمدي، احمد فتحي، كريم حافظ، عبد الله مجدي، بلاتي، توري، رمضان صبحي، عبد الله السعيد، وليد الكارت، ابراهيم عادل، اسلام عيسى، هشام محمد، ومحمود صابر، فخر الدين بن يوسف، فخري لاكاي، ودودو الجباس. وكابتن محمود البنا هو حكم لمباراة بيراميدز والزمالك، او الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر. بعد الفاصل
حوار في منتهى الأهمية والسخونة مع المدير أو مدير الكرة السابق بالنادي الإسماعيلي نجم مصر والإسماعيلية كابتن حسني عبد ربه. خليكم معانا لو أنتوا عايزين حلقة تسمعوا فيها تفاصيل لأول مرة تسمعوا. أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وزي ما كنت بتكلم معاكم قبل الفاصل، هو حوار في منتهى الأهمية وبه من التفاصيل ما قد يشير بطبيعة الحال إلى الأزمة وأسبابها في الإسماعيلية من بدايتها وصولا إلى اليوم. نجم نجوم الإسماعيلي ومدير الكرة السابق بالنادي الإسماعيلي كابتن حسني عبد ربه القيصر مشرفنا ومنورنا النهارده في جمهور الثالثه. كابتن حسني اهلا وسهلا بيك وتحياتي ومساء الورد. اهلا وسهلا بيك يا ابراهيم، وحشت كتير 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 ودايما بتمتع بيك للامانه، ومن الناس اللي بحب اتفرج عليها ومصداقيتها في كل حاجه بتقولها، فشرف ليا والله بجد. مش شرف لينا مش بس حسني. يعني كده كلمه بقولها، لا دي حقيقه. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ودايما ببقى مستمتع وانا معاك، ربنا في الكلام بيطلع من القلب وكل حاجه. نتكلم النهارده من القلب كالعاده. حبيبي ابراهيم، انت مفيش حلقه طلعت فيها معايا الا كنت بتتكلم من قلبك. الحمد لله. ودايما الحديث عند النادي عن النادي الاسماعيلي دايما بحس انه معاك بيلمسك، دي اكتر حاجه دايما ببقى عارف انه طالما الكابتن حسني عبد ربه في حلقه هنتكلم فيها عن النادي الاسماعيلي، عارف ان هسمع كلام مختلف وكلام واضح وجريء. هستاذنك ابتدي معاك بالتقرير، ومن بعد التقرير نروح للتفاصيل. ماشي. يلا بينا. نفق مظلم دخله النادي الإسماعيلي منذ انطلاق الموسم الحالي بعد النتائج المتذبذبة التي مر بها الفريق، والتي تسببت في احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 13 جولة. وجمع الإسماعيلي هذا الموسم 7 نقاط فقط من 13 مباراة خاضها الدراويش، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز واحد فقط، بينما تعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 18 هدفا. حالة الإسماعيلي التي ظهر عليها خلال الموسم الحالي مشابهة تماما لما مر به الفريق خلال الموسم الماضي، حيث ظل الفريق في حالة تخبط حتى جاء حمزة الجمل على رأس القيادة الفنية للفريق لينتشله من مراكز الخطر ويساهم في بقائه بين الكبار. وأنهى الدراويش الموسم الماضي الدوري في المركز 11 برصيد 38 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن أول مراكز الهبوط، وهو المركز 16 والذي احتله فريق الجونة برصيد 36 نقطة. ورغم الطفرة التي حققها حمزة الجمل مع الإسماعيلي خلال الموسم الماضي، إلا أن إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي فضلت رحيله والتعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الدراويش في الموسم الجديد، مع تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة. وبالفعل استطاعت إدارة الدراويش بقيادة الكومي إبرام العديد من الصفقات، وكان أبرزها يو أنور من أشانتي جولد، بالإضافة إلى فراس شواط من الصفاقسي، بجانب باسم مرسي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن ومحمد كوكو من سيراميكا كليوباترا، فضلا عن حمد النقاز. وبعد هذه الصفقات أعلنت الإدارة التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد، إلا أن مسيرته مع الدراويش لم تستمر طويلا ليرحل بعد 5 مباريات، حيث لم يحقق أي انتصار، لكنه تعادل في مباريتين وخسر 3 مواجهات. تخبط الإسماعيلي ظهر منذ بداية الدوري بعدما أعلنت الإدارة برئاسة يحيى الكومي رحيل حسني عبد ربه مدير الكرة بالفريق من منصبه عقب مباراة الأهلي والتي خسرها الدراويش في افتتاح مسابقة الدوري بهدف دون مقابل، ليعلق أسطورة الدراويش على هذا القرار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، حسبي الله ونعم الوكيل.
ولم ينعم الإسماعيلي باستقرار، حيث تم تعيين أيمن الجمل مدربا للفريق بصورة مؤقتة، واستطاع أن يحقق انتصار الدرويش الوحيد في المسابقة حتى الآن، وكان على حساب إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة. وقررت إدارة يحيى الكومي تعيين أحمد حسام ميدو من أجل قيادة الفريق في محاولة لتصحيح الأوضاع، حيث خاض مع الفريق 4 مباريات تعرض للخسارة في 3 منها، بينما تعادل في لقاء وحيد ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن. وعلى خلفية النتائج المتراجعة، قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي التقدم باستقالة جماعية، وعلى إثر هذا قررت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، حيث تتولى إنهاء كافة الإجراءات القانونية والمالية بالشكل الذي يكفل الاستقرار الكامل للنادي. ويحل اليوم ضيفا على جمهور التلتة حسني عبد ربه مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي وأحد أساطير النادي، حيث سطر تاريخا كبيرا خلال مسيرته مع الدرويش ومنتخب مصر. عن كواليس رحيله من الإسماعيلي، ما هي أسباب تراجع مستوى الفريق على مدار المواسم الأخيرة؟ ما هي طريقة إنقاذ الدرويش من النفق المظلم؟ رأيه في صفقات النادي خلال هذا الموسم، وهل تم استشارته قبل التوقيع مع اللاعبين؟ توقعاته لمستقبل الفريق خلال هذا الموسم، ورأيه في اختيار ميدو لتدريب الفريق. كل هذا وأكثر يجيب عنه حسني عبد ربه ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق. طيب خليني أبتدي معاك الحكاية يا كابتن حسني من أول كابتن حمزة الجمل. جه كابتن حمزه الجمل وجيت حضرتك وبقى فيه احساس بالاستقرار وقعدته النادي الاسماعيلي، وكان ظرف في منتهى الصعوبه وبدون اسباب مشي كابتن حمزه الجمل. ايه اللي حصل بالظبط؟ والله يعني البدايه طبعا انت عارف الكابتن حمد ابراهيم مسك فتره كنت انا مرشح ان ابقى مدير كوره، ولازم الناس تفهم يعني علاقتي بالبشمهندس يحيى كان في خلاف كبير جدا، وكان سبب من اسباب مشكلة بتاعت النادي الاهلي وستراسبورج والاسماعيلي. فاللي انا ارجع تاني لازم الناس تفهم ان انا راجع علشان بيتي، علشان النادي لما احتاجني في وضع صعب ما كانش فيه شك. يعني لما اكلمك المهندس يحيى الكومي بالظبط، يعني انا الناس ما تعرفوش اقنعك ازاي ولا ايه اللي حصل؟ انا مش تبع كابتن حمزه او الجهاز، انا جاي تبع مجلس اداره، ودي نقطه مهمه جدا لازم الناس تفهمها، لان ليها عواقب تاني هقول لك عليها. لان لما مشي الكابتن حمزه قال لك حسني عبد ربه طب اشمعنى هو اللي قاعد وما يمشيش؟ لان من الاساس كابتن الباشمهندس يحيى الكومي هو اللي اتصل عليا وقال لي انا اتمنى ان انت تبقى متواجد معايا، وخاصه بعد المشكله اللي كابتن حمد وبعض من اعضاء مجلس الاداره كانوا رافضين منصب مدير الكره، وبالتالي خلاص اخدت القرار وما فيش مشكله، ربنا يوفق النادي. وبعد كده حوالي 4 مطوشه تم تعيين الكابتن حمزه وكنت انا مدير كوره، وقعدت مع الباشمهندس يحيى الكومي واتفق معايا على الاستراتيجيه اللي احنا ممكن نشتغل بيها، والكابتن حمزه كمدير فني وانا كمدير كوره، والمشاكل اللي احنا بنقابلها في نادي الاسماعيلي الفترات اللي كان ماشي فيها مش كويس. والحمد لله استمريت واشتغلت كويس انا والكابتن حمزه، وكابتن حمزه للامانه هو والجهاز الفني اشتغلوا بكل اخلاص بحبنا لنادينا وحبنا لمكاننا اللي فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى، مهما هنقول ومش شعارات احنا عشان نقعد نقول، لا ده واقع وحقيقي. احنا لو الناس الحمد لله يعني عارفانا فعارفانا اولا من نادي الاسماعيلي ثم منتخبات الحمد لله. ولكن اللي حصل يعني كابتن حمزه وفق ومشي بشكل كويس، عدينا المرحله الصعبه، وكان فيها بعض من السلبيات ان مجلس الاداره كان شايف التقرير الفني من بدري شويه، وكنت انا في وش المدفع دايما يعني. أيوة، عشان ما انا ده اللي اسالك، لان اتقال ان انت السبب ان انت مشيت الكابتن لا حمزة. انا كانت العلاقه بيني وبين مجلس الاداره اللي انا كنت حلقه الوصل بين الجهاز الفني وبين مجلس الاداره، وده شغلي يعني. فبالتالي الباشمهندس يحيى وباشمهندس خالد زين وكل مجلس الاداره لما كنت بطلع اقعد معاهم عشان الظروف الماليه والامور الداخليه للعيبه اللي انا كمسؤول مدير كوره، كان اكتر من مره للامانه كان طالبين ان انا اتكلم مع الكابتن حمزه ان هو يحضر تقرير فني من بدري. ودي كانت مشاكل الاسماعيلي اللي هو ما كانش محضر للموسم من بدري. ماشي. فالفتره ديت كابتن حمزه كان رافض طبعا كتاب التقرير، لان هو برضو كان مضغوط يعني كتر المطوشه والضغوطات، والاسماعيلي يعني ارتاح متاخر شويه. أيوة، في مسابقه الدوري اللي احنا اطمنا بشكل 100% بقائنا، فكان هو مضغوط.
فقلت لهم والله كابتن حمزه بلغ كذا كذا كذا. بعد كده برضو جابوا لي تاني ومجلس الاداره، قلت لهم هو ليه انتوا حاطين حاجز؟ انا طب ما هو انتوا كمجلس اداره ليكم الحقيقه ان انتوا تجيبوا الكابتن حمزه والجهاز الفني ونقعد اجتماع، احنا عايزين مصلحه النادي. ومن خلال الاجتماع دوت اعرضوا على الكابتن حمزه وهو قاعد وتشوفوا الموضوع اللي انتوا عايزين التقرير الفني دوت، لان ده اختصاص مدير فني. فكابتن حمزه قعد وكابتن إناء وكابتن حمص وكابتن سيد توفيق وكابتن ايمن كمال، وانا كنت معاهم وقعدنا واتعرض الموضوع ان انتوا لازم تقدموا تقرير لان احنا كده متاخرين، عايزين نعرف اللعيبه اللي ممكن تمشي مين علشان نقدر نشوف هنجيب مين. صحيح. وانت عارف دي نقطه للامانه الاداره كان معاها حق، لان انت من بدري لازم تبقى بتقدر تكلم اللعيبه من بدري. هو ده السبب اللي مشى كابتن حمزه جمال؟ نعم، هو ده السبب اللي مشى كابتن حمزه. انا يعني في امور داخليه، انا هقول لك ده من الاسباب، يعني ده من الاسباب في تصوري، ما رفعش تقرير في تصوري. مليون في الميه من الاسباب، لان انا بعد كده قعدت مع الباشمهندس يحيى وحكى لي يعني ان انا خلاص واخد القرار والكلام دوت، وقلت له طب ليه ما في استقرار والكلام ده. قال لي كابتن حمزه زعل منك لما عملت التقرير؟ لا كابتن تقرير حمزه معانا انا هجي لك، بس يعني يا ريت بس ثانيه واحده اشرح التقرير. اللي حصل ان بعد كده الكابتن حمزه قال لهم انا هبعت التقرير بس مش دلوقتي، وما بعتش، يعني برضو الاداره عايزه تقريرها، وانا كراجل مدير كوره لازم ان انا شايف برضو رؤيه اللي انا مع مجلس الاداره ان احنا من بدري نبقى محضرين مين اللعيبه اللي ممكن تمشي، مين اللعيبه اللي احنا ممكن هتتجدد معاها عقودها، مين اللعيبه ممكن تطلع اعاره، مين اللعيبه اللي انت ممكن تصورك اللي انت تقدر تتعاقد معاها من بدري علشان تحط البلان عشان تقدر تشتغل، لان سبب من الاسباب اللي انت متاخر، وده كان سبب بعد كده لما نقدر نتكلم في الحديث بشكل اكتر نقدر نوضح. لكن النقطه دي اتفاجئت الباشمهندس يحيى بيكلمني انا خلاص وكابتن حمزه، هل من المعقول انا كراجل مسؤول مدير كوره هيبقى ليا الصلاحيه اللي انا ممكن امشي مدير فني؟ لا. هل من المعقول ان انا بعد الاستقرار اللي موجود فيه فنيا واداريا وكل حاجه جوه النادي والدعم الجماهيري في الفتره ديت بوجود الجهاز الفني، هل انا من المعقول ان انا اقول كابتن حمزه يمشي؟ ده قراري؟ لا، مش قراري، ولا انا اقول وجهات نظري في امور بتطلب مني. انت التقرير بتاعك ما قلتش فيه ان الكابتن حمزه يمشي؟ لا 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 خالص. خالص التقرير بتاعي ده جه بعد ما هم كانوا واخدين القرار خلاص، باشمهندس يحيى على فكره. لان هو لما طلب منه خلاص باشمهندس يحيى اعتقد خد موقف وخد القرار اللي هو يمشي الكابتن حمزه. فبالتالي لما طلب مني ان انا راجل مدير كوره والحمد لله جوه الفرقه فعارف السلبيات والايجابيات، كتبت ايه في التقرير بتاعك؟ لا كتبت اول حاجه كتبت عشان النادي الاسماعيلي يستمر في الظروف الماليه الصعبه اللي بتعيشها الدوري في مصر والانديه لازم تنزل بسقف العقود، ما ينفعش. انا النهارده اقدر اعمل فرقه كويسه، اقدر اعمل عقود اقدر التزم بيها، انا النهارده دخلي يا ابراهيم سي مثلا 50 مليون، ما ينفعش اعمل عقود ب 150 مليون ما ينفعش، وما ينفعش اضحك على اللعيبه، وما ينفعش ادي عقود بتاع اللعيبه شيكات وبدون رصيد. انا اقول له 3 مليون ابقى بس تعالى بقى النهارده عشان اقدر اقول النهارده اللعيبه اللي بتاخد 10 واللي بتاخد 9 في الانديه، ما انا ممكن اوصل اللعيب ده، ما اللعيب ده ممكن يوصلني مربع، اللعيب مربع اللي انا اشارك في افريقيا، اللعيب ده ممكن يوصلني يجيب لي 10 اهداف، اللعيب ده ممكن يوديني في حتت اعمل له بونص اللي انا ممكن ازود له العقد بتاعه. بلس ده ان في لعيبه، في 2 3 4 لعيبه لازم ليهم تقديرهم، ما اقدرش ان انا انكر ده، لان النهارده لما يجي واحد زي باهر المحمد ويجي واحد زي عبد الرحمن ويجي زي لعيبه جالها فلوس وكانت في عقود والكلام ده واللعيبه كانت عارضه الكلام ده وانا متمسك بيه، يبقى لازم هنا يبقى في مرضيه، بس مرضيه بالمعقول ان انا احط له بونص واحط له زياده شويه يبقى في فئه اولى. فده اول حاجه انا فكرت فيها ليه؟ للاستمراريه، للاسماعيلي بيعاني منه، الاسماعيلي المشاكل اللي بيعاني منها السنين اللي فاتت قيمه العقود اللي انت ما تقدرش تغطيها. طيب وايه كمان؟ وعارض لك التقرير لو تحب. عارض لك هتقول كتبت طبعا دي اول بنود. طبعا عدم الاستغناء عن، بص اول حاجه الفئه الاولى 3 مليون 2.5 مليون ونص، طبعا عدم الاستغناء عن باهر وعبد الرحمن لان الوقت دوت كان صعب جدا. دي التوصيات بتاعت التقرير بتاع كابتن حسني عبد ربه يا جماعه اللي رفعها المجلس طبعا في احتراما طبعا للعيبه، انا استاذنت احمد عباسط ان هو يعني احتراما للعيبه برضو ما نجيبش تحت يعني. ما نجيبش اللي هو في 9 و10 لحد يعني دي الاسماء اللي اللعيبه، لكن خلينا نتكلم عدم الاستغناء عن باهر محمد وعبد الرحمن لان دول من قوه الاساسيه للنادي الاسماعيلي. اسمح لي اشرح بس للناس اللي قدام حضراتكم الكابتن حسني عبد ربه، احنا مش هنعرض لا رقم 9 ولا 10 لانه في اسماء لعيبه بعينها هذه
هذه الاسماء طلب الكابتن حسني عبد ربه انه ما يتكلمش فكره اعارات وفريق ما يكملش مع الفريق وحاجات شبه كده واحتراما لده. فالمتاح بس هو ده اللي موجود قدام حضراتكم او ما يعني ما يجوز ان يخرج الى الناس. ودي حاجه طبعا محترمه من حضرتك كابتن حسني. دعم الفريق بحوالي 10 لعيبه على اعلى مستوى فني وفقا للمراكز المطلوبه في التقرير الفني، الاتفاق مع مدير فني اجنبي له خبره كبيره بالكره المصريه، وان لم يكن مدير فني مصري ذو اسم وخبره. دي بقى بعد ما الكابتن حمزه ده بعد ما الكابتن حمزه عشان ماشي. بس يبقى الامور. واول مدير فني انا اتكلمت معاه دي صبر لان انا اتمرنت معاه وكان علاقتي بيه قويه جدا، وانا على طول يعني بتصل بيه وفي اتصال، ولكن هو اعتذر لان هو كان اعتقد مرتبط بنادي وكان مديني مهله اللي هو ممكن كان يجي واعتذر لي بعد كده. صحيح. بالاضافه لالغاء بدل السكن بالنسبه للاعبين ده طبعا. بص في حاجات كارثيه. انا النهارده ما ينفعش لعيب النهارده بديله بدل سكن وهو بياخد فلوس قد كده. يعني انا النهارده بياخد بدل سكن كبير يعني؟ طبعا. يعني النهارده ما طلعوا له 10,000 و15,000 جنيه، ما هو اللعيب بياخد فلوس قد كده، يبقى هو بيستقطع جزء من المبلغ ده ويسكن بيه. انما انا النهارده في تراكمات كتير ممكن تبقى سبب من اسباب اللي النادي بيدفع فلوس كتير كل شهر. انت النادي بيخش في 2 و3 مليون كل شهر. انت متخيل ابراهيم ان انت مطالب قطاع ناشئين ومطاعم وناشئين ومرتبات مدربين قطاع ناشئين؟ انت النهارده بتتكلم يعني انا اسف 3 شهور قطاع ناشئين ما بيقبضش مدربين. طيب كتبت في تقريرك برضو عدم الاستغناء عن عبد الرحمن مجدي وباهر المحمد والتجديد لمدبولي وعمر الوحش والشامي. طيب ده في طيب انت مش شايف من وجهه نظرك انه انا بحاول اطرح الاسئله انه برضو مهم انه في على الاقل لعيب يتباع عشان يعرف يصرف على بقيه الفريق؟ طبعا. وده اللي حصل بعد كده. ده اللي حصل بعد كده لان بعد كده عبد الرحمن يعني انا قعدت معاه، انا علاقتي باللعيبه الحمد لله عبد الرحمن الدنيا قافله معاه خلاص. هو واضح يعني هو قافل الدنيا قافله. بص اللعيبه دي بني ادمين وعندهم مسؤوليات زيك وزيه زي اي كل الناس. عنده اسره وعنده عيله بيصرف عليها كتير، مش بس واحد ولا اتنين. صحيح. عنده مسؤوليات. النهارده هو اكل عيشه هو الكوره. فانت النهارده ما تظلموش اللعيبه. انا دايما انا كنت بقف في صف اللعيبه دايما وما زلت بقف في صف اللعيبه، لان هو ده السلاح، ده السلاح اللي انا بحارب بيه، ده السلاح اللي في الملعب اللي بيعمل لي اللي انا عايزه في الملعب. فانا النهارده لازم اريحه. انا ما ادلوش وعود وما اعملهاش. اللعيبه اخذت وعود وما نفذتش. طبعا طبعا طبعا. ده اللي مخلي عبد الرحمن مجدي وباهر محمدي مش شايفين قدامهم في الملعب. لا ده اللعيبه كلها مش شايفين بما فيهم اللعيبه الجديده. ودي كلمه حق لازم اقولها. حتى اللعيبه الجديده واخده الشيكات وما صرفتش، في جزء اتصرف وفي جزء ما اتصرفش. يعني ايه شيكات بدون رصيد في النادي زي النادي الاسماعيلي؟ مين اللي مسؤول؟ مين اللي مسؤول؟ مين اللي بحاسب؟ يعني وبرغم ده الباشمهندس يحيى دفع فلوس. يعني للامانه عشان ندي كل واحد حقه. توزيع الفلوس ما هي ماشيه ازاي؟ ما هو انا دلوقتي انا ممكن اكون موزع الفلوس بس ما وزعتهاش صح. ما هو النادي الاسماعيلي دلوقتي في مشكله. ده كان سبب السنه دي في الوصول الباشمهندس يحيى ان هو يقول لحسن عبد ربه شكرا. ليه بقى؟ السنه اللي فاتت جه 6 مليون مشكور من المحافظ الاسماعيليه. 6 مليون جم من السنه اللي فاتت ماشي. ايام الكابتن حمزه ما كان مدير فني ماشي. جم وقعدت وقسمت الفلوس على اللعيبه واللعيبه اتردد، وكان في مكافئات طبعا. مشكور الحاج حماد، راجل دفع مكافئتين والباشمهندس يحيى كان بيدفع مكافئات. الفرقه مشيت بالمكافئات و6 مليون. حلو. فقعدنا في الدوري. ماشي. باقل التكلفه اللي انت قعدت بيها. ماشي. اللعيبه ما خدتش 25% بعد نهايه الموسم اللي فات. فدخلنا على الموسم الجديد. وهم ليهم 25%. هم ليهم 25%. تمام؟ جينا بدايه الموسم دوت طبعا الازمه الماليه. انا كتبت التقرير ده بالمناسبه وقدمته لمجلس الاداره، وكان عندنا اجازه 10 ايام وعشان احنا كنا عايزين نبدا بدري وسافرت السعوديه عملت عمره وكنت متابع مع الباشمهندس. وانا بتابع معاه كان هو بيكلم كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال كان ليه شروط معينه وحاجات معينه، وانا كان في اتصال حتى بيني وبين الكابتن ايهاب، وكنت اتمنى طبعا كابتن ايهاب شخصيه محترمه وتحس اللي هو بتاعنا بتاع الاسماعيلي بتاع كره الاسماعيلي. رجعت ال 10 ايام. انا نزلت على عربيتي في مطار القاهره. كنت موجود في البيت مع الباشمهندس يحيى في الاسماعيليه في القاهره. قعدت معاه ونشوف الدنيا ايه. قال لي انا هستناك بكره. وقعدت الراجل اللي عزمنا على فكره تربطنا علاقه اسريه محترمه يعني بينه وبينه،
ومفيش اي خلاف بره يعني الراجل. وانا من الناس اللي انا الحمد لله ما بحبش يبقى في خلاف يعني، مش معنى ان انا مختلف مع ابراهيم فاطلع، لا 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 بالعكس يعني، ليك مليك وعليك معليك. مظبوط. ولكن لما قعدت معاه تناقشنا بشكل كبير وبتاع، وقال لي ده لا في صفقات وانت هتتبسط، قلت له مين؟ قال لي بيه مالكش دعوه، بس بكره هستناك الساعه 2 في المكتب. وقد كان. بقيت الليله دي ما رجعتش اسماعيليه، ورحت له المكتب الساعه 2 قعدت. قعدت اتفاجئت يعني، يعني انا يعني مش انا بتهم ان انا اللي تعاقدت مع اللعيبه دي. لا ما انا لسه جاي يعني اقول لك يعني اول حابب اتكلم مع ابراهيم، بس عارف انت لا ما هو جماهير ايه؟ جماهير جماهير اسماعيليه بتقول لك ايه؟ طب احنا دلوقتي مهندس يحيى الكومي راجل رئيس نادي، بس في الاخر الايقونه بتاعتنا حسني عبد ربه مدير كره، مدير الكره بالنادي الاسماعيلي، هو اللي جاب الصفقات دي، عدت وبصمت عليه. هتجاوبني بعد اذنك على السؤال المهم ده بس بعد الفصل. يلا كابتن، يلا بينا. كابتن حسني، كنت بسألك قبل الفاصل انه الناس في اسماعيلية بتقول لا ما هو حسني عبد ربه هو المسؤول وهو اللي جايب الصفقات او موافق عليها. تمام. يمكن انا جبت لكم كمان القايمه بتاعه القايمه اللي هي بتاعه اللعيبه الجداد، انا اللي جايبها وعايز اعرضها يعني، احسن الناس بفتكر ان انا يعني ما هي دي اللي بتستخدم ضدك، بيقول لك اهو ما هو انت ماضي عليها اهو، دي الصفقات اهي واللعيبه دي الاستغناءات واللعيبه اللي دي اللعيبه المستبعده دي اللعيبه المستبعدين من الفريق. اه طبيعي جدا يا استاذ ابراهيم. النهارده مين اللي بيمضي على الحاجات دي كمسؤول فنيا؟ المدير الفني ومدير الكره. اه النهارده في لجنه جوه النادي الاسماعيلي، اللجنه دي فيها الاستاذ احمد الشيخ واستاذ احمد علوي. الناس دي هي لجنه التعاقدات اللي اعلن عليها باشمهندس حكوم. ايوه. فبالتالي الناس دي اللي مسؤوله في الملف ده. انت راجل مدير كوره، مش قصتك اللي انت تجيب لعيبه. انت تقصد ان هنا بس دي الامضه الرسميه عشان دي القائمه دي بتتبعت يعني؟ طبعا. هو لو انا كاتب ورقه وماضي عليها اللي انا اللي جايب اللعيبه دي، ومش المفروض يبقى فيه مسميات وكده؟ تاني يا جماعه، انما النهارده لما يبقى فيه ورقه مستبعدين مين اللي بيمضي عليها؟ او مين اللي بيبقى اللعيبه الجديد دي اللعيبه المفروض الجداد؟ ده ماضي عليها المدير الفني جريده، وماضي عليها المدرب العام، وماضي عليها مدير الكوره. في ورقه بتطلب من المدير الفني ومدير الكوره ان دي اللي هتروح اتحاد الكوره عشان تتسجل. فانت ايوه بالظبط، هم بقى ماسكين دي، بيقول لك ان هي دي الصفقات بالظبط. ما هو القصه ايه يا ابراهيم؟ القصه كلها ان هو ممكن يعمل الغلط، وبعد ما يعمل الغلط بيقع فيك. مين بقى هو؟ في اكتر من حاجه اسمها مجلس اداره، هو المسؤول الاول والاخير في النادي الاسماعيلي. هو النهارده لما ارجع من السعوديه زي ما قلت لك واروح للمكتب الباشمهندس، اتفاجئ النهارده بالصفقات دي كلها؟ يعني هو قال لك اخد رايي اللي انا مثلا ممكن ايه رايك في ده ولا في ده؟ قال لك ما تقلقش يا بيه، تعالى لي بكره الساعه 2 بالظبط. صح كده، تعالى لي بكره الساعه 2. فانت بتقول رحت لقيت نفسك متفاجئ بقى بالظبط بالاسماء ولا باللعيبه نفسها موجوده بقى؟ لا ده انت وانت قاعد في المكتب في لعيبه دخلت يعني. بس قبل ما اقول ده، هو مين كان في مصر كان رافض الصفقات دي؟ مين في مصر قال الاسماعيلي مش راجع؟ مين في مصر قال الاسماعيلي السنه دي هيبقى مختلف؟ كله كل الصفقات بتبقى قيد المشاركه بالظبط كده. ولكن في الوقت ده كان مفيش واحد قال لك ان الصفقات دي مش كويسه. بعد كده النتائج هي السبب ان الصفقات دي دلوقتي ان الناس تتكلم، لان اللعيبه بنت بالظبط، اللعيبه بنت في الملعب. اقول لك بلا روح بلا هدف، اسباب وفيهم من وفيهم منهم ما تزعلش مني اللي مخلص كوره. بص يا ابراهيم، دول برضو مختلف يعني معايا ان في ناس جت مخلصه كوره. انا عشان مرتبط باللعيبه كلها، اعفيني ان انا اقدر اتكلم على حد، لاني ماشي. انا بحترمهم جدا ماشي، وعارف الظروف جوه ايه ماشي. فاللي عارف الظروف جوه غير اللي مبرر ان انا ابقى انزل الملعب ماشي. غير اللي بره، غير اللي بره ده مبرر ان انا انزل الملعب بالشكل اللي هم بينزلوا بيه؟ لا 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 طبعا. بص مفيش حد يقبل ان لعيب ياثر في الملعب، ولكن خلينا نتكلم ان في تاثير من بره بيبقى سبب ان اللعيب غصب عنه مش قادر. على فكره ده 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 حقيقي، مش بكلمك كلام كده. النهارده لما ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. ايه الفرق بين حسني عبد ربه والجيل بتاع حسني عبد ربه في النادي الاسماعيلي؟ انتوا من امتى النادي الاسماعيلي غني؟ لا الاسماعيلي بص، لا ما تقارنش. بص عشان ما رد عليا بس اللعيبة. رد عليا رد عليا انا هاخد واحده واحده. رد عليا بس السؤال، من امتى نادي الاسماعيلي غني؟
قول لي بقى، قول لي في فتره من الفترات نادي الاسماعيلي كان غني؟ لا يعني كم مره تلعب في الاسماعيليه ويبقى وفي النادي الاسماعيلي وفي اوقات صعبه ومش في مستحقات؟ لا في توتات كتير طبعا، ولكن ده يبقى مبرر يا كابتن حسني كنا بنشوفك مثلا تنزل الملعب؟ انا بكلمك بصراحه، انا راجل بحب النادي الاسماعيلي. تمام. ده يبقى مبرر انا نازل متخاذل؟ ده يبقى مبرر يقول لك انا اصل انتوا انا توعدت وعد اتنين. انا عارف انه اصعب حاجه في الدنيا انك توعد وتخلف. تمام. واسوأ حاجه في الدنيا ان انا ابقى يتقال لي ان انت هتاخد كذا وما اخدوش. تمام. بس في النهايه ده شرفي اللي بقاتل عليه ال 90 دقيقه اللي بلعبهم في الملعب. تمام. ولينا بعد كده جولات بقى، يا عم روح اشتكي، روح اعمل، روح كذا، روح كذا، روح كذا، لكن طالما قبلت ان انت تلبس التيشيرت انت تنصر الجمهور بجمهور اسماعيليه. هل جمهور اسماعيليه يستحق يا كابتن حسني ان هو يشوف اللعيبه بتتحرك مفيش روح ولا اي حاجه؟ بص عشان انا ايه حاسس ان انا بطلع من سؤال بخش في سؤال تاني، معلش انا حته الصفقات دي مهمه جدا اوضحها واوضحها بهدوء وبعد كده هكلمك ماشي. وانت عارفني وعارف صراحتي على اللعيبه وعلى وعلى الروح والكلام اللي انت قلت. والاسماعيلي يستاهل مننا نتكلم بصراحه وجمهوره يعني، لكن خلينا نتكلم في الصفقات بس عشان الناس تبقى واضحه لها الرؤيه كانت ماشيه ازاي. الرؤيه كانت ماشيه ان في مسؤول تعاقدات اسمه الاستاذ احمد الشيخ، راجل محترم، ومعاه استاذ احمد علوي ده المستشار بتاع شؤون السياحه ماشي، وكانوا هم المسؤولين عن الصفقات من اولها لاخرها. ولو في حد يطلع يكذبني انا معاك، ويخش يعمل مداخله يقول لك اللي انا جبت صفقه ومضيتها ما حدش ياخد رايك فيها حتى على الاقل. ده انت نجم مصر يعني. قسما بالله، قسما بالله ما حصل، انا بقسم لك وانا عارف انا بقول ايه. دخلت لكن اللي حابب مع اللي حابب ياخد حسني في حته اللي هو جاب الصفقات عشان يخلي منظر حسني انا ما يهمنيش، ربنا موجود، ربنا مطلع على كل حاجه. ما قلتش المهندس سياحه الكومي ده ليه ولا فين ولا مين ولا ايه لا بتكلم بقول رايي، ما اقدرش ما اقولش رايي بقول ولكن انت النهارده لو انت قلت انا مش موافق ومشيت مين اللي هيتلام؟ قول لي. هقول لك انت هربت بالامانه. هقول لك انت هربت. انا ايه؟ انت هربت. ده اللي بيحصل. اتكلمت ايه اللي هيحصل؟ ما اتكلمتش ايه اللي هيحصل؟ الناس ما بيعجبهاش العجب. والله صدقني انت قلت مش عارفه ايه في وجود الباشمهندس يحيى، انت كنت تقول انت بص انت الناس بتختلف، ما فيش حد هيوافق على حاجات معينه. فالاستاذ احمد الشيخ والاستاذ احمد علوي هم مسؤولين التعاقدات. انا ما دخلتش في حاله غير حاله واحده. ايه هي؟ ان كان الاستاذ المحترم الاستاذ محمد عبد الجابر ده وكيل لاعبين بتاع الشبراوي والجزار من نادي الجونه. عرفت ان في مشكله بين اللجنه وهناك كانوا عايزين فلوس كتير وبتاع، وكلمته قلت له يعني محمد عايزين نخلص، محمد ده اسماعيلاوي وراجل من الناس المحترمه بتحب النادي، فقلت له عايزين نخلص الدنيا وبتاع والاثنين دول هيفرقوا معانا في حته خط الدفاع محمد الجزار والشبراوي لعيب كويس فقال لي بص خد انت تابع معاهم. قلت له حاضر عشان انا عندي قناعه بالاثنين دول اللي هيفرقوا معانا. طيب هرجع تاني لموضوع الصفقات. كان بياخد راي مين المهندس يحيى الكومي عشان يجيب اللعيبه لما اصلا ما كانش فيه مدير فني؟ لا انا ما اعرفش، انا ما اعرفش. ما تعرفش؟ كان في واحد اسمه شادي وواحد اسمه عبد الله، دول شغالين تبع الكابتن تامر النحاس. وهم دول اللي انا بشوفهم في المكتب مع احمد الشيخ، هم دول اللي جابوا له اللعيبه بالظبط. المبالغ بقى انا باسم مرسي حي نرزق قعد في المكتب والباشمهندس يحيى هم كان معاه حد فبيتكلموا في 5 و6. قلت له يا باسم بعد اذنك اللي انت قدامه وفي وشه ولو هو عايز يطلع يقول الكلام ده انا بحترم باسم كلاعب واحنا اصدقاء وملناش يعني، بس انا بتكلم في نقطه. قلت له 3 مليون اللي هيخش النادي لازم ياخد 3 مليون يا باشمهندس يحيى قدامه. تزعل مني يا باسم؟ ازعل، بس انا بقول كلمه الحق وهتفهم كلامي ده بعدين. ليه؟ لان اللي بيمر 3 هتاخدهم الله ينور عليك، 5 مش هتاخدهم، 6 مش هتاخدهم. قال لي خلاص بقى يا بيه 5. قسما بالله ده حصل، قسما احلف بالله والله ده. بص يا ابراهيم انا بحكي لك واقع علشان الناس بتتهمني اللي انا متواطئ واللي انا اللي عامله. هو اي موقف يعني انت اللي بتقوله 3 واللعيب قاعد وباسم لعيب تقيل يعني. بس انا اقول له في وشه وتقول له 3 المهندس يحيى هو اللي انا قاعد كده يا بيه خلاص انا قاعد 5. في المكتب فباسم بيخش، هو انت اللي هتدفع؟ باسم بيخش أو يعني انا قاعد في المكتب والباشمهندس خالد زين وقاعدين نتكلم في الامور بقى النادي والفتره اللي جايه والكلام والمعسكر. فباسم دخل وقعد، الموضوع اتفتح. انا خلصت لقيت حمدي بيمضي في الاوضه الثانيه. معرفش والله العظيم ما اعرف والله حمدي بيمضي في الاوضه الثانيه وصالح مش عارفه مضى فين ومحمد حسن. محمد حسن كان كل اسماعيليه بتطلب بيه، كله حاطط له الصوره بتاعته فدائي وجه محمد حسن ومن اللعيبه الرجاله واللي بتلعب كويس. محمد حسن كان بيتفاوضوا في اوضه وبعد كده نزل مشي في الشارع.
جه استاذ احمد علوي بقول لي محمد مشي وبتاع، واتصلت عليه وطلع مخصوص عشاني وقعدوا معاهم ومضى. والله ما اعرف مضى بكام، والله ما اعرف، والله ما اعرف اللعيبه دي كل واحد مضى بكام. هو بس الصدفه بس لولا انك قاعد مع باسم بس في القعده بتاعت باسم. ده مطلب جماهيري كان محمد حسن. فالنهارده يا ابراهيم عيب عيب الناس تتهمني انا في تواطؤ ان انا امضي لعيبه او اجيب لعيبه، دي مش شغلتي. انا اتاخد رايي في حاجه بقولها بما يرضي الله، والحمد لله انا بخاف ربنا قوي وما بيهمني ليه؟ لان انا عندي قناعه ربنا هو اللي بينصرني وربنا بيظهر الحقيقه. هخش لك بقى في النقطه السؤال الثاني بتاع اللعيبه. طبعا اللعيبه عليها مسؤوليه كبيره جدا 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 جدا. اللعيبه عندها مشاكل لكن ده ما يديهاش الحق ان هي تبقى في الملعب مقصره. لكن انا بقول ان في امور بتبقى فنيه بتاثر على اداء اللعيبه في الملعب. في امور فنيه ممكن تغير نتيجه مباراه، ممكن تشكيل يغير نتيجه مباراه، ممكن تغييرات تغير نتيجه مباراه، زائد النفسيه. اللعيبه الجداد واللعيبه القدام انفصلوا على بعض. فصلوا. ليه بقى؟ النهارده اللعيبه القديمه ما خدتش فلوسها. ودي كانت سبب مشكله ان الباشمهندس يحيى حصلت معايا انا مشكله وقال لي كلام انا يعني احتراما لي انا مش عارف اقوله ولا ما اقولوش. يعني انا النهارده إيه؟ لما ابقى مدير كره في علاقه بيني وبين اللعيبه ثقه الى ما لا نهايه. طيب. اللعيبه دي السنه اللي فاتت كانت طيب انت قلت له اكيد قلت له عايزين الفلوس بتاعت اللعيبه القديمه. اتكلمنا مع سوسيف الوزير وكان في مشكله بينه وبين الشركه والكلام دوت، وانا كنت قاعد واتدخلت وتاني يوم رحت. انا قسما بالله ما عشان حاجه ده إيه؟ من انظف وانقى الشخصيات. لا 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 حصل تاتش بينهم. سوسيف الوزير من انقى الشخصيات طبعًا. اللي انت ممكن تعرف تتعامل معاها وتتفاوض معاها. راجل راجل بتاع شغل، راجل بتاع شغل واضح وصريح. انا عارف انا بتكلم عنه. مفيش حد ما بيحبش الاسماعيلي. والله ما في حد بره اسماعيليه ما بيحب الاسماعيلي. بقول لك انا الدكتور عبد المنعم كده في لله عشان الاسماعيلي. الدكتور عبد المنعم عماره حكى لي حاجات انا وعلى الهوا وعلى الهوا يعني انا طبعا بقيت مستغرب. انا بس مش عايز ابعد. فبقول لك هو فصل الجزء ده عندها فخلى الحاله اللي موجوده احتقان. ازاي لعيبه مستحمله السنه اللي فاتت وما تاخدش فلوسها، وازاي لعيبه جايه جديده خدت جزء من فلوسها على فكره ومعاهم شيكات وما خدوش 50% من جزء من فلوسهم. ده حقيقه وواقع. قال لك ايه منسحكم؟ ماشي. فبقول له الباشمهندس احنا في 10 على فكره دفعوا لاسعد الجزيري واستاذ محمد اسماعيل ما كانش عارف يتصرفوا بدولار لان كانت لازم الحواله الدولار. لقيته بيتصل بيا الساعه 8 حاجات مش شغلي. لكن يا جماعه انا ما بتدخلش في شغل مش شغلي عشان بس الناس اللي بتحب تحط شويه الشطه والكلام ده للجمهور. والله ما كنت بتدخل في شغل غير شغلي غير لما بيطلب مني. وده كان يعني الدولار ده ما كانش حتى الباشمهندس يحيى ما كانش عارف يجيبه. انا كلمت الحاج ناصر ده من اسماعيليه راجل محترم جدا جدا، كلمته الساعه 8 الصبح. استاذ محمد اسماعيل مدير الحسابات كلمني قال لي انا مش عارف، وتواصلت معاه ووصلته بيه واتصلوا عشان يحولوا الحواله. وطبعا بشكر الاستاذ عمرو الجنايني اللي ساعدنا كتير يعني اللي هو قدر برضه اللي يعمل الحواله في وقت الحمد لله بسرعه. ف 10 مليون راحوا منك في غرامه على يا باشا مجلس قبل كده كانت تحل لك مشكله يا ابراهيم. يا باشا لسه اللي جاي تقيل كمان. كانت تحل لك مشكله. اتبقى 8 مليون من الشركه الراعيه هيجوا بعد اسبوع. طلعنا معسكر وقعدنا وانا كنت بلم اللعيبه عشان المشاكل وكله عايز فلوسه. فتوعدت باشمهندس كان احمد مصطفى طالع سموحه ب 2 مليون وفي 8 جايه ادي كده 10. وقعدت باشمهندس قلت له يا باشمهندس بعد اذنك عايزين نبدا الدوري بشكل كويس. اللعيبه القديمه والجديده انا عملت حسبه ممكن يبقوا 19 او 18 فانا وصلتها ل 14 على اساس ال 10 دول ممكن هو في اتنين جم من برزنتيشن كمان فبقوا 12 فانت حط اتنين تلاتة واقدر اراضي اللعيبه كلها ونبدا الموسم خلاص. انت بتتكلم كويس. على فكره الكلام ده حصل امتى؟ بتدبق وتحبق كده قبل الماتش بثلاث ايام قبل ماتش الاهلي. انت متخيل انت بتتكلم في ايه؟ وانت بتلم وانت قاعد تطبطب على ده ومش عارفه ايه وعشان الناس يعني اللعيبه لعيبه يا جماعه لعيبه مضغوطه يا جماعه لعيبه عندها امور. انت بتتكلم برضو دايس على اللعيبه دايس على حقك وحق الجمهور وحق النادي عليهم اللي انت تدوس عليهم. بس برضو في نفس الوقت لا لازم ان انا حد يدافع عنهم حد يتكلم كلمه حق ترضي ربنا لان اللعيبه دي مظلومه. اللعيبه دي شالتك السنه اللي فاتت شئنا ما بينا كانت سبب في وجودك في الدوري ما خدتش حقها. طيب لما طلبت ما خدتش حقها لما طلبت منه الفلوس قال لي بقول لك ايه انا ماليش دعوه بيه مش باشمهندس قدام مجلس الاداره ما لكش ماليش دعوه بمين مالكش دعوه بالموضوع ده مالكش دعوه بالموضوع ده. هو انت النهارده جيت حطيتني قدام الناس
وكمسؤول والثقه اللي بيني وبين اللعيبه، وجاي النهارده عشان احل تقول لي مالكش دعوه، يبقى انا ايه وجودي؟ فقلت له بص يا باشمهندس انت بتقول لي مالكش دعوه، برضه انا بشكرك وبشكر باشمهندس خالد زين وبشكر مجلس الاداره، انا بعتذر وانتوا طالما شايفين الحل انتوا ده السبب اللي خلاك مشيت؟ مشيت. ده السبب اللي خلاك كان في تمرين الصبح، انا ما جيتش بقى مستني بقى يعني هيحلوا، لقيت اللعيبه بتتصل بيا بالليل يا كابتن حسني، طلع بقى حصل مشاكل واللعيبه اللي ما خدتش فلوس واللعيبه اللي خدت فلوس فرطت قبل ماتش الاهلي. بعد كده لقيت ده قبل ماتش الاهلي كل ده كابتن حسني، لقيت الباشمهندس خالد زين يا حسني والنادي والفرقه رجعت قال لي باشمهندس يحيى هيكلمك دلوقتي، وانت عارف باشمهندس يحيى ساعات كده برضو يعني غصب عنه الضغوطات وبتاع، كلمني في التليفون قال لي كلمتين قال لي حمايه انا اعتز واتشرف بالكابتن علي غيط طبع. من انضف الشخصيات طبع. اللي ممكن تعرفها في حياتك طبعا، راجل بيتقي ربنا، راجل بيقول كلمه حق، فلما يكتب على الفيسبوك ده مش بتاعتي، بتاعته شخصيا. لما يقول انك انت وراك بلد وتقول كلمه الحق وما تخافش من حد، دي ما تزعلش حد، ماشي تزعل اللي هو مش عايز، مش على هواه. مش منسي هيكلمني قال لي يا بيه اتحمل اللي هيحصل، كلمك قال لك كده بالظبط، اتحمل اللي هيحصل، اتحمل اللي هيحصل، انت اللي هتبقى كبش الفدا. قلت له ابقى كبش الفدا ازاي يعني؟ قال لي يا بيه بقى اتحمل بقى. قلت له كم جد انا بقول حاجات اول مره تحصل والله، يعني انا يعني الناس مش عارفه الكلام ده، بيهددك يعني بالكلام اللي كتبه. ايوه اتحضر بقى كابتن علي غيط. هو كابتن علي غيط ده، كابتن علي غيط ده راجل له حيثيه، ده واحد من نجوم النادي، واحد من الناس، من نجوم النادي الاسماعيلي، وعضو مجلس اداره سابق في نادي الاسماعيلي، وتاريخ في الكوره وتاريخ في الاداره، وبسم الله ما شاء الله كان راجل ضابط شرطه منضبط، وحاجه يعني حاجه محترمه، حاجه لا تقلها يعني. الكلام ده ما حدش يعرفه وانا ما كنتش عايز اقوله، لكن في وقت يا ابراهيم لازم تفهم الناس، لان اللي عايز يفهم هيفهم، واللي مش عايز يفهم هو مش هيفهم. فالمهم قال لي الكلمتين دول، قلت له ماشي يا باشمهندس. لقيت باشمهندس خالد زين عشان إيه النادي وماتش الاهلي، رجعت النادي وبتاع والاهلي، اللعيبه في ورقه، اللعيبه ماضيه على ورقه وماضيين كلهم اللي هم مش عايزين اللبس، ده موضوع تاني. ما هو ده برضو دي جزئيه مهمه، لان هم قالوا لك انا جايب لك، جايب لك مع الورق، شركه، جايب لك الورقه، اتعاقدت مع شركه لبس اونطا اهو. انا طبعا بحترم اللعيبه جدا، ودول اخواتي الصغيرين كلهم وبحبهم. بص يعني اللعيبه اصلا نقرا للناس بس، السيد المهندس رئيس مجلس الاداره المشرف العام على الفريق الاول، برجاء التكرم بالاحاطه من الملابس الخاصه بموسم 2020-2023 لا تليق بالفريق الاول والنادي الاسماعيلي من حيث الخامه ووزن التيشيرت وشورت المباراه، وان ملابس الخروج لا تليق ابدا حيث انها من موديلات قديمه وقطنيه للتدريب وليست للخروج، فبرجاء التكرم بالتوصيه على ملابس تليق باسم النادي الاسماعيلي ماركات كذا 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 كذا، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام مقدمه لسيادتكم لاعبي الفريق الاول احمد ال 14 لعيب الكبار يعني محمد عبد الرحمن مجدي على باهر المحمدي على مدبولي على الشامي على الوحش على النجاز على فوزي فراس ماشي فراس شواط ماشي الكلام على فراس شواط ده الاعلان ده او الورقه دي مهمه جدا مهمه جدا عشان الناس اللعيبه مش عايزه تلبس التيشيرتات هم دبروا ازاي حسني يطلع فهم فكروا ازاي علشان انا بحب ناديه عشان انا عايز ناديه يبقى احسن نادي في الدنيا عشان انا بدور للعيبه دي انا كنت بعملهم السنه اللي فاتت افضل لاعب كل شهر على فكره وافضل لاعب في الموسم انا اللي كنت بعملها لوحدي انا كنت عايز اللعيبه معنويا في حاجات توصلها لهم ان انت لعيب كوره حاجه كبيره جدا اللعيبه ما كانتش حاسه بالكلام ده كله انا دخلت النادي ما تعرفش اللعيبه دي كانت بتقول لي ايه ما تعرفش كانت حاسه عايشه ازاي في جحيم من الظروف اللي كانت فيها كنت بحاول اعمل اي حاجه علشان خاطر اللعيب يحس بقيمته لعيبه اسماعيل يا ابراهيم فايه اللي حصل في قصه الملابس عملت ايه ايه اللي حصل بالظبط اللعيبه قدموا الورقه ديت وقدموها لباشمهندس يحيى لان انا بقى هنا في تاتش شويه النفوس شويه شايله باشمهندس يحيى فقلت لهم بصوا عشان ما يتقالش انا وانا باشمهندس في مشكله بيني وبينه دلوقتي عشان خاطر الفلوس والكلام ده يا باهر يا عمر الورقه اهيت انتوا مضيتوها وانتوا اللي طلبتوا الطلب ده اطلعوا ليه قدموا له الورقه رجعوا لي قالوا لي والله العظيم قال لنا اللي انتوا عايزينه اعملوه مش هتلبسوا اللبس ده خلاص جه بالليل قبل ماتش الاهلي احنا مسافرين اسكندريه بكره قعد مع اللعيبه وبتاع الراجل باهر وعمر يعني عندهم علاقه قويه بالراجل بتاع الشركه اللي هم عايزين يلبسوا اللبس النظيف بتاعها وطلبوا لبس كانت الخامه النادي قبل ليله المباراه واتفق عليها الباشمهندس مع اللعيبه وانا قاعد ما اتكلمتش ولا قلت اي حاجه والباشمهندس قال لهم خلاص هتلبسوه بكره واللي انتوا عايزينه اهم حاجه راحتكم النفسيه واللعيبه ايه لبسه اللبس والكلام عملت سيشن
الصبح انا فرحان بمنظر اللعيبه، يا جماعه احنا نادي الاسماعيلي. قال لك ده وقت غير مناسب قبل المباراه بالظبط. انا يا جماعه انا حسني عبد ربه بيفكر بفكر بقيمه النادي الكبير، النادي اللي ليه مكانه عند انا بالنسبه لي احسن نادي في الدنيا. انتوا ما تفكروش انتوا بتحاولوا تقللوا من النادي ليه؟ ليه النادي يلبس لبس مش كويس؟ وليه النادي يطلع بصوره مش كويس؟ انا مش كده. انا بحب النادي بتاعي يبقى افضل حاجه في كل حاجه. فقلت السيشن هصوره واسيبه. وانا رحت اسكندريه وقعدنا، تاني يوم هنلعب الماتش، فهم نزلوا بيان ان هم خلاص متعاقدين مع شركه ثانيه وخلاص. فنزلت الصوره اللي احنا نلعب بيها ماتش بكره. يعني برضه الرساله انا عايز اوصل للناس اللي احنا بكره نلعب بالطقم ده. حاجه شيك وحاجه محترمه، واللعيبه تنزل خلاص. انت كده كده الشركه هتيجي بعد، اعلنت بعد ماتش سموح. انا ما عنديش مشكله على فكره ولا انا من حق ان انا اتكلم في لبس، ان ده حاجه ما تخصنيش اصلا. اتقال ان ده عناد وان حسني بيعند معانا. لا لا لا، عيب عيب عيب. انا اتعاند برضه. تاني هرجع لنقطه كابتن حمزه الجمل، حسني اللي مشاه، كابتن مش عارفه مين، حسني اللي جابه، كابتن مش عارفه، حسني اللي تعاقد، حسني اللي تعاقد مع مش عارفه مين، حسني اللي يا جماعه عيب عيب. أنا راجل بتقي ربنا سبحانه وتعالى في بيتي، في بيتي اللي أنا ليه فضل عليا، فكل الكلام اللي بيتقال ده يعني كل واحد اللي عايز يفكر واللي عايز يصدق يصدق. وطبعا خد بالك اللي مش عايز يصدق ده بيمشي في طريق تاني، هو حر لأن هو شايف وجهة نظره أو شايف إن حسني مش كويس عادي. اللي مشاك جريده ولا اللي مشاك الموقف ده؟ لا أنا جريده. جريده بمناسبة جريده ده حد محترم جدا جدا. الموقف جدا ده ولا مشاك؟ لا 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 لا. هو انا خلصت ماتش الاهلي وراجع في الباص، فلقيت حد بيكلمني عمرو شفيق ده وكيل جريده، بيقول للباشمهندس يحيى كلمني وقال قول لمستر جريده اللي احنا هنقيل حسني وخلاص احنا مش عايزينه. فالولد بيكلمني عمرو ده محترم جدا شاب كده عسل مكسوف، بيقول لي يا كابتن احنا ازاي ده، انا مش موافق ومستر جريده لو عارف انا مش عايز اقول له ومش عارف. قلت له يعني هو قال لك كده؟ طيب قعدت يا ابراهيم 4 ساعات 5 ساعات من اسكندريه بالاتوبيس، طبعا انت عارف المسافه طويله. انا مش مصدق مش مصدق الحلم اللي انت قاعد تشتغله وترجع النادي واللعيبه وقاعد تلم وقاعد ده عنده مشكله عايز تعملها هنا وده مش عارفه ايه، والاسماعيلي السنه اللي فاتت الحمد لله الحمد لله من اسباب اللي انت عملت شغل جديد ودخلت في حته جديده نجحت فيها. فكل ده تصور قدامي انا مش متخيل اني ممكن يجي الفكر ده ولا 1% مش متخيله. لحد ما وصلت اسماعيليه لقيت المدير التنفيذي استاذ محمود اليعسقي بيكلمني بيقول لي ان شاء الله ربنا يكرمك يعني وترجع النادي في حته احسن. قلت له يعني الكلام ده حقيقي. انت بتاكده؟ روحت البيت يا ابراهيم والله 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 انا مش عارف كان ممكن يحصل لي ايه. لقيت نفسي انا من الكابتن اللي جوايا واللي انا مش مصدق طلعت يا جماعه اتكلمت، الناس بتلومني ان انا اتكلم. هو انا مش بني ادم؟ هو انا لما احس بظلم واللي حصل فيا ده كله مش من حقي ان انا اعبر عن مشاعري بادب؟ حتى مش من حق ان انا اقول يا جماعه ده منظر نادينا لازم يبقى افضل مكانه وافضل لبس وافضل ناس وافضل لعيبه وافضل تعاقدات لازم تبقى صح والفلوس تبقى صح؟ هل ده مش من حق اللي اتكلم حتى في حقي؟ يعني مستحرمين عليا حقي اللي اطلب بيه؟ فطبعا بص يعني الكلام كتير، وانت خدتني زي ما انت قلت لي بعد بين الفاصل قلت لي هتسخن وانا مش عايز اسخن بالعكس. انا نفسي النهارده يعني نتكلم بقى في حلول. طب بعد ما مشي مجلس الاداره شايف ان في حلول؟ طبعا. ايه بقى؟ طبعا اول الحلول اسماعيل ما فيهوش جديد. اول الحلول هي مشان مجلس الاداره ده اول الحلول. ده اول الحلول. اول الحلول عارف ليه؟ اللعيبه هتلعب مش حاسه بقهر، اللعيبه هتلعب مش حاسه بظلم. اللي جاي لازم يبقى بسرعه. يعني ايه بسرعه؟ يعني لازم دكتور اشرف صبحي الراجل المحترم اللي انا عندي ثقه في ربنا وفيه ان لازم يشكل لجنه. وبعدين النهارده الشيله تقيله، انت قلت كلمه في وسط الكلام من شويه، الشيله تقيله والمخالفات اللي هتيجي على النادي سواء من لعيبه محترفه مشيت والباشمهندس يحيى كان لعيبه قسما ده المشكله. كان الباشمهندس يحيى كان هو اللي بيقعد مع اللعيبه ومفيش مستشار قانوني زي المستشار نهاد حجاج اللي كان موجود مشوه، وهو اللي بقى بيقعد ويتكلم في العقود واللي عايز يمشي يمشي، واللعيبه مشيت والنهارده جاي لك عقوب وغير ده لسه ده نور الزمان ده اللي جه وما لعبش ربع دقيقه مشي هيرفع عليك قضيه.
النهارده كارميلو اللي دييجو اللي هو اللي طالب ده الفلوس، مليون و 300 الف دولار، والنهارده حمدي ليه فلوس ودولار وفراس شواط ده، اللعيبه دي ما خدتش فلوسها، اللعيبه دي في ثانيه في ثانيه انا هو افتكر كلامي ممكن يروح يرفع وهياخده ولا غير جريدو كمان. ما هو جريدو بقى جريدو بعد كده اكتشفت بقى انه جريدو كان زعلان على مشيانك، اكتشفت لان انا بكلمه بره الهوا فبفهم منه ايه الموضوع عامل ازاي يعني. فقال لي لا حسني 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 ده الراجل كده باللفظ يعني، راجل من الناس اللي انا اتشرفت ان انا اشتغلت معاهم، ناس قال الكلام ده بره الهواء وقال الكلام ده جوه الهواء، وكان بيعتبرك انت بالنسبه له مدرب كويس امان يعني. هو حتى كمان كان زعلان على رحيلك والمشهد صدر للناس. انا قلتها الناس قلتها كده. بعد ما وصلت اسماعيليه في المداخله قلتها اللي مشاهين حسني ده هو عشان هيمشوا جريدو بعدها هيمشوا جريدو، لانه عارفين قيمه حسني مع جريدو كان ايه. حتى في ماتش الاهلي الراجل بياخد راي يا جماعه الفني، هو انا بتاع ايه بتاع كوره انا حياتي كلها كوره، فلما يتاخد مني راي الفني اقوله. طيب. لكن انا الحلول برضه عشان ما بعدش، لا انا شايف ان احنا لازم تديني الحلول بعد اذنك، بس اول بعد حاجه الناس تتكاتف. يلا ماشي، تديني الحلول بعد الفاصل. ماشي يا عم. الحلول مع الكابتن حسني عبد ربه بعد الفاصل. طيب قبل الحلول ائذن لي عندي شويه اسئله سريعه. باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي شاكين النادي عشان مستحقاتهم؟ لا ما اعتقدش باهر يعني، عبد الرحمن طبعا عبد الرحمن. عشان المشاكل الماليه اللي بتاعته، واعتقد عبد الرحمن خلاص يعني اعتقد اللي هو وصل لمرحله اللي هو اول واحد ممكن يمشي. وجهه نظري ليه وللنادي يعني هو كنفسيا، وحتى الناس والقبول دلوقتي بقى في شد وجذب بين شفت ازاي من وجهه نظرك انه الشامي والوحش اتعمل لهم حفله ان هم ماشيين وقعدوا بجد والله؟ لا انا ضد طبعا القرار ده خالص. اتنين من اللعيبه المحترمه تتفق تختلف فنيا انا ما نقدرش نتكلم، لكن وجودهم شيء كبير جدا. وعمر بالذات طبعا، عمر للامانه واحد من اللعيبه اللي مش واخد حقه، مش الجمهور ممكن يقصوا عليه شويه لانه مستني منه اكتر من كده، لكن عامل دور جوه الفرقه هو وباهر يعني فعلا فعلا ناس مخلصه وبيحبوا النادي من قلبهم وعاملين حاجات وبيدفعوا فلوس من جيبهم لحاجات كتير ناس ما تعرفهاش. ماشي. لكن وجوده هو والشامي ده جت من عند ربنا، وانا عارف الصفقه يعني ما تمتش ليه يعني. ليه؟ لان كان فيها سمساره 2 مليون جنيه راحوا فباظت الصفقه. والله والله ده من عند ربنا اللي هي تفشل عشان يبقوا موجودين ويبقوا اضافه للفرقه. الحمد لله، لان بص في مصالحات تمت علشان خاطر حاجات مستقبليه وحاجات لقدام على حساب الاسماعيلي. طبعا يعني كان في ناس ما بتتكلمش بعض. 2 مليون جنيه طبعا، عشان كده الصفقه. ليه وانت عايز تقول لي ان الباشمهندس يحيى الكومي نفسي يطلع يقول هو عمل تفاوض لمين علشان يبيع الاثنين دول؟ ممكن هو اللي يجاوب على السؤال ده، انا ما اقدرش اجاوب عليه. يعني ايه عمل تفاوض لمين؟ عمل لوكيل لاعبين تفاوض للنادي المصري عشان يمشي الاثنين دول. فوضوا يعني فوضوا. المصري عرف ان في حد التفاوض ده اللي جايبه عايز 2 مليون جنيه. في كلام كتير انا ما اقدرش اقوله ومش عايز اقوله ومش عايز اخش. لكن النادي ما فيهوش فلوس ازاي؟ طيب يا جماعه ما تفهموني، النادي ما فيهوش فلوس وناس عماله تدخل البحر ناس بقى عشان... البحر يحب الزياده يغمى يا راجل. ده طلعوني انا عايز سبوبه يعني. يعني اقول لك على حاجه، تعرف كابتن حمزه وعزوما كلمه، انا احنا لينا فلوس من السنه اللي فاتت ولينا مرتبات ولا طلبنا بيها ولا خدناها، ولكن معانا شيك يعني. احنا معانا شيك وعلى فكره هو لو هيترفع على شخص باشمهندس سياحي انا هرفعه، بس انا مش عايز اتكلم في الكلام ده دلوقتي. كلام بجد؟ لو على شخصه، انما على النادي عمري ما اقدر اعمل حاجه على النادي ده لو على رقبتي وليا مرتبات ولا بتكلم فيها ولا اي حاجه. وكابتن حمزه للامانه واعتقد ان في ناس من الجهاز، كابتن حمص وكابتن قناوي ليهم يعني. احنا الناس مش فاهمه الكلام ده، احنا بنحب النادي يا جماعه. عيب لما يتقال علينا احنا اصحاب مصالح واصحاب سبوب. عيب 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 اللي يعني اللي احنا فيه ده من الظلم اللي انتم ممكن تبقوا بتصوروه لناس اخلصت وضحت لحاجات كتير عشان ناديها، مش عشان حاجه تانية، وعشان بلدها اكيد والجمهور. عندك حلول؟ طبعا. قول لي حل من الحلول، قول لي تتحل ازاي العمليه. انا خليك دي اخر حاجه عشان لعله عسل. الحمل تقيل يا ابراهيم. ماشي. الحمل ما ينفعش واحد يجي يقول لك انا هدفع 30 40 50 مليون، ما ينفعش. انا شايف ان يجي مجموعه استثماريه من لجنه من الشباب والرياضه تشوف اعتقد ان هم شغالين على الملف ده، اثنين ثلاثه مستثمرين يضخوا فلوس كويسه ولكن مقابل استثمار
النهارده انت شايف الظروف اللي احنا كلنا فيها. هستثمر في النادي الاسماعيلي ايه؟ في يعني حاجات كتير تقدر تستثمرها. اتمنى طبعا اولا النادي الاجتماعي يتسلم لان هو عليه قصه كتيره كبيره، لكن ان شاء الله باذن الله في الظروف دي الناس كلها هتقدر تساعد الاسماعيلي. النقطه الثانيه انا بشوف ان احنا النادي الاسماعيلي لا في استثمارات، لازم الناس تشتغل. الاسماعيلي يا جماعه اسماعيلي كبير، بس احنا اللي نايمين، احنا اللي بنفطس بعض، احنا اللي بندور على الخناقات والمشاكل والفيسبوك ومين هيمشي ومين هيجي ومين بيحب ابراهيم ومين بيحب حسني ومين بيحب مش عارف ايه. انا ما فيش خلاف مع حد صدقني، حتى اللي طلع قطع فيا ومشرحني ولا تفرق معايا، انا حسني عبد ربه. انا الحمد لله فضل ربنا النادي ده اتعرفت من خلاله وموتت نفسي وضحيت، ضحيت ربنا المطلع انت بتعمل ايه. اوعى توافق ترجع النادي الاسماعيلي يا كابتن حسني في لجنه من اللجان؟ لجنه لا، انا ما يعني انا يعني الوقت اللي جاي ده صعب. لا انا حابب ابقى في الجو الاداري شويه اللي هو بتاع الملعب وبتاع يعني انا اداره الكوره. شفت على فكره انا معايا دورات تدريبيه الحمد لله، وجالي وقت كتير جدا ان انا بفكر كمان ابقى مدير فني من الاوقات. يعني الفتره اللي اشتغلتها لا انا حسيت ان انا يعني لا الحمد لله الفكر اي حد بقى بيقف على الخط وممكن يدير على فكره يعني. صحيح. وفي ناس قليله جدا يعني، في ناس خدت شهره ما تستحقهاش. ميدو اخذ رايك قبل ما يدرب الاسماعيلي بما انه علاقه المفروض علاقه بينكم كويسه؟ لا انا فاهم غلط. كويس، احنا جات لي فتره واشتغلت معاه في قناه معينه وحللنا، وميدو هي كانت مشكله بس في الاسماعيلي، لكن ما عندناش. انا كنت في الماتش الاخير على فكره. مهمته صعبه؟ ايه مهمته صعبه؟ طبعا انتحاريه. انتحاريه لو مكانه تقبل؟ اقبل. انا الاسماعيلي بالنسبه لي لو ايه هقبل، لان انا عارف الظروف. يا جماعه الناس ناسي حاجه، الاسامي التاريخ اللي موجودين والرموز والاساطير دي لو نادي الاسماعيلي وقع هم اكتر ناس هيخسروا. النهارده مع احترامي الكامل نادي المنصوره ونادي الترسانه والسويس وحاجات كتير، قول لي يا ابراهيم كده انت دماغك ممكن تيجي في واحد واثنين، انما الباقي اللي لعبوا والتاريخ خلاص اتنسى. فالنهارده الانديه الشعبيه اللي ممكن لا قدر الله ديت هتبقى مشكله، فاحنا اللي اسمنا ممكن يتنسي، انما لما يبقى نادي الاسماعيلي بقيمته الكبيره والعريقه احنا اول ناس هنبقى في حته ثانيه. فالناس لازم تفهم الكلام اللي احنا بنقوله، احنا مش بنطلع ولا نتكلم ولا عايزين نتكلم على ده ولا على ده ولا على ده، بالعكس ما تيجوا كلنا نبقى ايد واحده. ما تيجوا كلنا نقف كده، تعالى يا استاذ محمود، يا انت المدير التنفيذي دلوقتي، استاذ محمد اسماعيل والناس اللي مسؤوله جوه النادي دلوقتي، اعملوا طلب للرموز والناس القدامى واللعيبه واي حد عنده مشاكل من بره، سواء يعني وكيل لاعبين او تعالوا اتصلوا بينا واحنا هنبقى اول ناس. صحيح يعني. طيب انا عارف انه انت جواك كتير، انا عارف ان جواك كتير، بس السبوره كمان فيها كتير. فلازم نروح للصبورة. لا عبد الباسط احكي. يلا عبد الباسط، بص الحلوات بتاعته كتير هيمتعهم النهارده، هيمتعنا. اديني اجابات سريعة بدون تفكير. حاضر سريع. حاضر بدون تفكير. إقالة ابن الإسماعيلي كان مخطط لها لإقصاء جريده، نعم أم لا؟ هي كانت مخطط ليها ليا وبعد كده جريده يعني. ماشي يبقى نعم. نعم ماشي. تدخلت فنان مع جريده لاجراء تغييرات في مباراه الاهلي، نعم ام لا؟ لا يعني بطلبه هو وتم. بطلبه هو وتم. طبعا يبقى نعم. يبقى نعم ماشي. بطلبه هو ماشي. معين الشعباني طلب تقاضي $50,000 شهريه لقياده الدراويش. هو طلبه كان في تفاوض معاه وكان ممكن ينزل عن كده، لكن هو اعتذر وبحييه وشخصيه محترمه جدا ومدربين كويسين، لكن هو مش عشان المد، هو اعتذر لان كان في دوره تدريبيه معينه في تونس في التوقيت دوت واعتذر عشان كده. ماشي اللي بعده. لو كنت متواجد لوافقت على جمع ميدو بين عمله الاعلامي وتدريب الاسماعيلي، نعم ام لا؟ لا يعني كنت طرف. التوقيت اللي موجود فيه الاسماعيلي في الظروف ده وقيمه نادي الاسماعيلي لازم يبقى مركز في الكوره اكتر، لان ميدو عنده بس الظروف اللي هو فيها انا بتمنى اللي هو يهدى، لان هو مشدود وحماسي ومتعصب، لازم يهدى لان دي بتاخد من تفكيره في تغييرات في تشكيل، لازم يبقى هادي. انا عارف اللي هو عايز يشتغل وعايز يعمل حاجات كتير، بس يعني شايف برضو خروجه في الاعلام هو بيساعد الاسماعيلي زي ما هو بيقول، لكن انا عايز يبقى شغلي 100% هو جوه النادي الاسماعيلي. يبقى لا اللي بعده. المجلس المستقل رفض وجودي في صوره اللاعبين بالزي الجديد، نعم ام لا؟
المجلس المستقر رفض وجودي في صورة اللاعبين. لا يعني لا انا كنت مشيت. كنت مشيت ماشي. ما على فكرة بس بالمناسبة دوت هم فسخوا كل العقود اللي عملوها مع شركة اللبس ومع الأكاديميات ومع شركات أخرى قبل ما يمشوا. فمعنى كده إن أنا كلامي والله والله العظيم أنا ما بقول كلمة غير لما بتبقى فعلا حصلت. أنا عمري فسخوا التعاقدات كلها. فسخوا كل التعاقدات واللبس فسخوا التعاقدات. فعشان بس الحقيقة بتبان واحدة واحدة بس. اللي بعده المجلس المستقيل كان بيغير مني. طبعا طبعا وبنسبة كبيرة يعني الناس كلها وحسني 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 بتبقى برضو مسببة شوية غيرة يعني. بعده رفضت عودة صبحي لحراسة مرمى الإسماعيلي نعم أم لا؟ والله ما حصل والله ما حصل والله ما حصل. محمد كلمني كتير و محمد صبحي الكبير يا جماعة. محمد صبحي طبعا يعني واحد من أساطير نادي الإسماعيلي. ده حزين حزين وكلمني كتير لأني هما كانوا جونين وكان مشوا مجدي كمال السيد. لكن مش انت كمال السيد ده كان الحارس الثالث. الحارس الثالث ده مشي قالوا لي هنمشيه لازم يطلع اعاره عشان احنا جايبين لعيب جول في المنتخب الاولمبي فهنجيبه. طلعته اعاره فمحمد ما جاش جون الفتره دي خالص. فمحمد طلب مني قلت له والله القرار ما بتاعي ده قرار مجلس اداره. وكلمت الناس وانا كان يشرفني والله والله انا كان نفسي محمد يبقى موجود لكن المجلس كان رافض. موجود تكريما لحياته الكرويه جوه النادي الاسماعيلي كان ممكن كان نفسه في اللقطه ديت عشان يختم حياته الكرويه. اللي بعده الاهلي وبيراميدز اكتر ناديين تمسكا بضم باهر المحمدي نعم ام لا؟ يعني هو باهر جاله عروض والناس بتكلمه. الاهلي وبيراميدز الاثنين يعني ممكن الاثنين كلموه اكيد يعني. نعم. اللي بعده المصري فتح مزاد لضم عبد الرحمن مجدي تخطى 2 مليون دولار نعم ام لا؟ دي حقيقه. وانا كان ليا وجهه نظر بعد كده لما الامور الماليه اكتشفت اللي هي بالاسعار اللي باشمهندس عملها حسيت اللي فيه مشكله. وهو كان وقعدنا مع انور شلوفه وانا كان نفسي الفتره دي يروح لمصر لانه كان هيحل ازمه كبيره اولا فنيه هو ما كانش مستعد هيدي 2 مليون دولار بشكل كويس. و2 مليون دولار تقدر تعمل خد بالك داخل في مشكله مدبولي والوحش والشامي. يا جماعه برجاء 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 ما تفرطوش في اللعيبه دي بعد اذنكم. اللعيبه دي لازم تجدد مع دعم 3 4 لعيبه مع اللعيبه الناشئين اللي موجوده اللي احنا ما اتكلمناش عليهم النهارده. لا في لعيبه في الناشئين بصراحه وللامانه تقدر تلعب. اياد العزقلاني ده حد تاني ان شاء الله هيبقى في حته تانية. وده الوحيد على فكره اللي انا يعني وقعت معاه من طرف النادي وقعدت فوضت معاه. في لعيبه ناشئين برجاء 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 لازم الحلول اللي قلتها لابراهيم لازم جنب الماليات يبقى فيه تفكير صح. سيبونا من اصحاب المصالح اللي بتقعد لجان عشان اكل العيش. بالله عليكم هاتوا الناس اللي عايزه تشتغل صح. نروح للاختيارات دي اخر حاجه في نعم ولا مفيش حد ينجح في الاسماعيلي من غير حسني عبد ربه وده حقي نعم ام لا؟ لازم انت هتبسط يا ابن الذين عباس. عايز تخلص انت البرنامج. لا قولها انت بقى. انا مش هقول يعني ما اقدرش اتكلم على ده. حبي وغيرتي للنادي يعني كبيره وببقى شايف ان انا عايز اساعد اي حد عشان خاطر النادي ينجح مش عشان ممكن شخصه. ممكن اختلف معاه ممكن اتفق معاه لكن حب النادي ما فيهوش شك. اللي بعده الصفقه الافضل بين هؤلاء في الاسماعيلي باسم صالح حمدي النجاز. لسه مفيش حد اثبت نجاحه. مفيش حد اثبت نجاحه. اللي بعده الاقوى داخل الاسماعيلي رئيس النادي ايا كان المدير الفني حسني عبد ربه. لا رئيس النادي. رئيس النادي. اللي بعده سبب وصول الاسماعيلي لما هو فيه جوده اللعيبه قله الموارد مجلس الاداره. مجلس الاداره. مجلس الاداره. اللي بعده اكتر لاعب مظلوم في الاسماعيلي حاليا باهر المحمدي عبد الرحمن مجدي عمر الوحش. وده اخر سؤال. الثلاثه مظلومين يعني الثلاثه انا بحبهم ولاعيبه محترمه جدا وبحييهم لان هم كانوا مساندين ليا في حاجات كتير جدا جدا في نجاحي كمدير كوره. اول تجربه ليا جوه المستطيل الاخضر يعني او بره او جوه المنظومه الكرويه فبشكرهم وبشكر اللعيبه كلها للامانه لان هم كانوا بصراحه ثقه ونجاح مع بعض. اتمنى ان شاء الله ليهم التوفيق واتمنى باذن الله اللعيبه ترجع تاني. اتمنى اللعيبه تحس بالمسؤوليه. قبل بس ما تختم انا عندي سؤالين مهمين. السؤال الاولاني مين اللي حسني عبد ربه يتمنى يشوفه رئيس نادي الاسماعيلي؟ مين الرئيس اللي ممكن يبقى رئيس نادي الاسماعيلي في دماغك حد؟
والله انا عايز حد رياضي علشان دي هتفرق كتير جدا. حد رياضي. السؤال الثاني، امتى حسني عبد ربه يكون رئيس النادي الاسماعيلي؟ لما ربنا يأذن. انا على فكره السؤال ده الناس مش فاهمه كتير جدا، اللي فيه لائحه داخليه بتدي الاحقيه للترشح لرئيس نادي الاسماعيلي اللي 45 سنه. الحمد لله معايا شهادات، عشان برضو الاخ اللي طالع كل شويه يتكلم عليا، معايا الحمد لله شهادات عاليه ومستعد كويس جدا، ولكن الوقت المناسب الوقت المناسب هتبقى رئيس النادي الاسماعيلي. لسه 45 سنة. لو انت لو غير له اللائحه الجمعيه العموميه انا يعني لا الاسماعيلي، لا الاسماعيلي يزود اي حد. صحيح. الاسماعيلي يزود اي حد. عشان. وده اللي الناس مش عايزه تفهمه كرؤساء انديه. كابتن حسني انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا وضيف عزيز وما فيش حد يزايد عليك حبيب. ولا يزايد على حبك للاسماعيليه، وانا عارف ان انت جواك حاجات كتير وعندك حاجات كتير جدا جدا. انت النهارده يا دوب احنا يعني بالعافيه عبال ما نعرف منك حاجه. انا عارف ان جواك حاجات كتير واوراق كتير ومستعدات كتير، وسكوتك الفتره اللي فاتت على كلام واتهامات كان ده عشان خاطر الاسماعيلي. بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. انا اللي بشكرك، ودايما بتمتع وانا في الحلقه معاك وبقول كله من قلبي الحمد لله، واتمنى التوفيق للنادي الاسماعيلي. يعني انا اتمنى لجمهور النادي الاسماعيلي، انتوا السند والدعم وكل حاجه عايزين تقولوها قولوها، من غيركم احنا ولا كنا لعيبه لينا دور ولا اجهزه فنيه ولا ادارات ليها دور. انتوا السند، خليكم ورا ناديكم، خليكم ايجابيين. انا عارف ان انتوا الحزن اللي ماليكم وعارف اللي انتوا بتعانوا منه، لكن مش هيطلع النادي ده غير انتوا دعمكم في المدرجات زي ما انتوا وعدتونا، وزي ما انتوا دايما السنين اللي فاتت انتوا كنتوا الدعم الاول عشان النادي الاسماعيلي يعدي من المحن. انتوا اللي برضو اللي هتطلعوا الاسماعيلي من المحن، زائد اللجنه اللي هتيجي ان شاء الله اتمنى لها كل التوفيق، وكلنا هنبقى داعمين. احنا بره مش عايزين اي مناصب، مش عايزين اي مصلحه غير نادي الاسماعيلي يرجع تاني. كلنا ورا ميدو، كلنا ورا الجهاز الفني، كلنا ورا اللعيبه في اي مباراه في اي مسانده. الناس اللي هتيجي تطلب مننا ان احنا نبقى مساندين ونيجي ونساند، هنبقى مساندين. كل ده عشان النادي الاسماعيلي يرجع تاني. الناس اللي بره محروقه على النادي الاسماعيلي وحبها للنادي الاسماعيلي نفسها يرجع تاني، وانا عندي ثقه باذن الله في المولى سبحانه وتعالى الاسماعيلي هيرجع ان شاء الله. بشكرك كابتن حسني، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. بعد الفاصل معلوماتي مع رهام وعبد الباسط وشوقي، خليكم معنا. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم في جمهور التالتة، وجي معادنا مع معلوماتي. وخلوني أرحب بنجومنا النهاردة اللي مشرفينا ومنورنا، الأستاذة ريهام. يا أستاذة ريهام أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا إبراهيم، إزيك؟ أخبارك إيه؟ كله زي الفل الحمد لله. تمام؟ الحمد لله. أستاذ شوقي حبيبي يا مزيك. يا أبو الشوق، يا هادي، يا صاحب الشياكه الهاديه. ربنا يخليك والله. هادي. والله يعني اتعلم منك يا هيما برضه. اخبارك ايه؟ الشياكه والوان هاديه حبيب قلب. حبيبي ربنا يخليك. وايه كمان؟ ايه بقى اللي انت عارفه؟ حبيبي وحشني. وحشني. يا استاذ عبد الباسط. الوجه. يا وجه. عشان نسهلها. معلوماتي. يلا بينا. طيب النهارده معلوماتي، خلاص احنا اتفقنا معلوماتي تبقى موجوده مع حضراتكم كل يوم حد ان شاء الله باذن الله، مع ريهام وشوقي وعبد الباسط. والبدايه مع ريهام. يا ريهام اتفضلي. هنتكلم طبعا اول حاجه عن مشاركه النادي الاهلي في دوري السوبر الافريقي، وشفنا طبعا الكلام اللي تداول، فهنتكلم عن تفاصيل زياره الوفد الافريقي للنادي الاهلي، وهيكون معاه وفد فيفا. المفروض الوفد هيوصل مصر باذن الله بكره، هيقعدوا حوالي 3 أو 4 أيام. المفروض ان مجلس اداره النادي الاهلي فوض الثنائي مهندس خالد مرتجي واحمد حسام عوض عضو شركه الكوره اللي هو كان عضو اللجنه الثلاثيه برضو قبل كده بالملف ده كله، هم اللي مسؤولين عن الملف بالكامل. المفروض يا ابراهيم يوم الاثنين هيكون في زياره لاستاد القاهره اللي بالفعل النادي الاهلي اختاره انه يكون ملعبه في البطوله. هيتم طبعا فحص كل حاجه في الاستاد من ارضيه الملعب، اوض اللبس، الحمامات، كل حاجه واي تفصيله، حتى المدرجات، دكك اللعيبه، كل حاجه هيتم فحصها خلال الزياره دي لاستاد القاهره طبعا. في حاجه تانية كمان، المفروض ان في فنادق تم اختيارها علشان اقامه الفرق اللي هتيجي مصر، فدي كمان هيتم برضو زيارتها في
خلال الجوله بتاعت يوم الاثنين. يوم الثلاث هيكون في اجتماع في النادي الاهلي مع الثنائي طبعا المخول لاداره الملف في النادي الاهلي. المفروض النادي الاهلي مجهز ملف كامل عن البطوله هيقدمه ليهم، وفي برضه بعض الاستفسارات الثانيه اللي النادي الاهلي محتاج يفهمها خلال مشاركته يعني في البطوله الفتره اللي جايه هيتم مناقشتها دي كلها في الاجتماع اللي هيتم يوم الثلاث اللي جاي يعني. طيب عظيم، خلينا اسالك على الصفقات. انا مش يعني مباشره على طول يعني ايبوكا. ايبوكا بص، موضوع ايبوكا انا بالنسبه لي هي صفقه لغز بشكل كبير، لان كل طرف سواء اداره الزمالك في سكه سيراميكا في سكه، اداره الزمالك بتتكلم في مبالغ واداره سيراميكا بتتكلم في مبالغ. كل طرف منهم بيحاول انه يعني حتى لو كان الاول كان في تلاقي مبدئي، ولكن لما جينا بدانا ندخل في مرحله اللي هو بدانا ندخل في مرحله التنفيذ كل طرف بقى هي عطلانه يعني. هي عطلانه لسبب، هي دلوقتي في مرحله التنفيذ هي عطلانه لسبب كمان انه هو ان نادي سيراميكا رغبته ان هو شايف ان هو ما اشتراش ايبوكا مجرد من انبي، هو عايز ياخد ثمن اللي خده من انبي اللي دفعه الانبي وثمن بيع احمد امين اوفا من سيراميكا بالاضافه للاعب افريقي اخر يمكن انا مش فاكر اسمه دلوقتي بالاضافه للمبلغ اللي اخده اللاعب. فالموضوع كله دخل في مبلغ المعلومه اللي عندي تجاوز المليون و300 الف دولار، دخل في مليون ونص. الزمالك شايف ان الرقم بعيد، بالاضافه ان فكره الكاش دي موقفه الدنيا. ليه؟ لان دلوقتي اي صفقه في العالم الموضوع ما بيتمش بسهوله او بيبقى في فكره ان الفلوس تدفع. الوقت انا توقعي انه خلال 72 ساعه الزمالك مبدئيا بدا يجهز بدائل، وخلال 72 ساعه هيبتدي يبان بشكل اكبر موقف صفقه ايبوكا من الزمالك او لا. عظيم استاذ عبد الباسط. ماتش الاهلي والمصري الكلام كتر على انه حمدي فتحي اعترض ليه محمود متولي خد انذار. انا خليني اقول لك اللي دار بين الحكم وبين لجنه الحكام لما جابوه واتكلموا معاه، هو قدم تقريره تقريبا ما فيش اي حاجه في الانذارات العاديه خالص يعني، ولكن لما سالوه موضوع حمدي فتحي قال انه حمدي فتحي ما اعترضش، هو اتكلم معاه بشكل كويس. قبل انتهاء المباراه بدقيقتين محمود متولي جه اعترض عليا، قلت له لو اتكلمت هديك انذار وخلاص وخلص الموقف. بعد المباراه جالي جري قال لي حرام عليك، فهو ده كان شايف ان ده الموقف الثاني ليه، فلما راح له محمود متولي اداله الكارت الاصفر ان هو قال له حرام عليك حرام عليك مرتين. انا بنقل اللي دار بين الحكم ولجنه الحكام، وفي نفس الوقت جه كابتن سعد الحفيظ جري فاعترض على الحكم ما كانش يعرف ان محمود متولي خد انذار، قالوا له اداله انذار ومش هيلعب ماتش الزمالك، قال له حرام عليك ثاني مره، قال له خد انت كمان انذار. فهو بالنسبه له الحكم حرام عليك بانذار على طول، قال انا بعتبرها اعتراض. قالوا له طب موضوع ماتش الزمالك وانه قال لو انا كان عندي النيه ان انا ادي له انذار عشان ماتش الزمالك اتوقف انا عندي 95 دقيقه ادي له فيهم الانذار، لان انا مش ضامن ان هو يجي لي بعد الماتش يعترض، او انا ما اعرفش ان هو يجي لي بعد الماتش يعترض. وعموما تقييم لجنه الحكام للكابتن وليد عبد الرازق في هذه المباراه هو تقييم جيد ان هو هيدوا له كمان ماتشات الفتره اللي جايه. استاذ ارهام برضه الصفقات، مهاجم الدنيا ماشيه ازاي؟ لا لسه 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 قدام يعني. بص ممكن الموضوع ياخد له شويه يعني، قبل ماتش الزمالك ممكن يكون تم حسم الموضوع يعني، لكن ماشي. لسه ما فيش حاجه تمت بنسبه 100%. هاخد منك معلوماتي ومن شوقي ومن عبد الباسط، عايزين نلحق. اتفضل. عايزين نلحق؟ طيب خلاص. هتكلم على حكم طبعا مركز التسويه والتحكيم، شفنا ان هو اتلغى الحكم الخاص بعبد الله السعيد، ايه اللي هيتم فيه خلال الفتره اللي جايه بعد الغاء الحكم. النادي الاهلي ابراهيم كان حصل على حكم طبعا ضد عبد الله، وبالتالي قام بالحجز على بعض الارصده بتاعته في احد الايه البنوك. الرصيد بتاعه اللي كان موجود في البنك ده كان 5 مليون جنيه، لكن الاهلي ما قدرش يحصل على اي فلوس من الفلوس دي من البنك. ليه؟ لان البنك قدم اعتراض على الحجز على ارصده عبد الله، فبالتالي الاهلي ما قدرش يحصل على اي حاجه من الفلوس اللي حجز عليها. هل الحكم هيتلغي بعد الغاء مركز التسويه والتحكيم؟ لا، لان الاحكام مش الحاجات القديمه مش هيتم الغائها ما بعد القرار، مش باثر الرجع يعني، ما بعد القرار، فالقرار ساري زي ما هو ومكمل يعني. شوقي نخش على موضوع عبد الله السعيد. يمكن الناس شافت ان الموضوع هدي، كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات ان الموضوع هدي، يمكن سالت شويه حاولت اعرف ايه السبب. اللي انا عرفته ان سبب التوقف هي مباراه الفرقتين المقرر ليها بكره في نصف نهائي كاس مصر. يمكن اداره الزمالك شايفه انه من اجل الفير بلاي او من اجل العلاقات ما بين الناديين هي مش حابه تدخل في مفاوضات بخصوص عبد الله السعيد، لكن من المنتظر ان بعد نهايه المباراه هيتم الحديث مره اخرى في موضوع عبد الله السعيد، خصوصا ان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شايف ان هي صفقه جماهيريه كبيره وان اللاعب اضافه، خصوصا انه في الوقت الحالي انه عبد الله عنده رغبه انه يختم مشواره مع نادي الزمالك وكل الامور منتهيه، ناقص بس الاتفاق مع اداره بيراميدز، لكن اللاعب اتفق على فلوسه واتفق على مده التعاقد بتاعته اللي هي
سنه ونص. يمكن في كلام بيتقال انه ممكن يبقى في حد من اداره بيراميدز تيجي من الامارات فيتم عقد جلسه وانهاء الموضوع، كل ده لسه ما اتاكدش، لكن الزمالك حتى الان قرر انه يكمل في موضوع عبد الله السعيد حتى نهايه فتره الانتقالات. ده البسط. في نفس المكان قلت لك ان في جروبات للتحكيم بتتعمل ايام ما كلاتنبرج جاي، والدنيا هتبقى مش احسن حاجه في قيادته. انا بقول لك هو من خلالك كلاتنبرج ممكن تبقى ايامه معدوده في اتحاد الكوره، ممكن تبقى ايامه معدوده في اتحاد الكوره. بكره في اجتماع بين رابطه الانديه واتحاد الكوره وكلاتنبرج، ولكن الاهم من هذا الاجتماع هو التخطيط السري اللي بيخطط ليه عدد كبير من الحكام ان هم يروحوا بكره لاتحاد الكوره يعملوا وقفه. وسبب الوقفه التخطيط السري، بس انت عارفه ما انا معاه مع الجروب على بركه الله. فانت فاهم يعني، فهم عايزين يروحوا يعملوا وقفه، والوقفه دي علشان كلاتنبرج اول ما جه استحدث سيستم قال لك اللي حكم ست مباريات في الدوري الممتاز مع الكابتن عصام عبد الفتاح فيما فوق هو يدخل على السيستم، فيما تحت ينزل يحكم في الممتاز بقى، ولما اشوفهم واعيد تقييمهم. هم اتفاجئوا الفتره اللي فاتت ان في ناس اصلا كانت حكمت ماتشين بس دخلوا على السيستم في الدور الاول وحكموا، في ناس كانت ساقطه في كوبر او ما نجحتش في كوبر دخلوا وحكموا، فالحكام دي مجمعه نفسها كده ورايحين يعملوا وقفه بكره في اتحاد الكوره. على بركه الله. هاخد برضو منك خبر لسه عندي دقيقه. يلا بينا. ترتيبات النادي الاهلي طبعا لكاس العالم للانديه مبدئيا في دقيقه بقى. في دقيقه على طول النادي الاهلي بيبتدي ان هو يحضر طبعا زي رسمي للبعثه، وهتقوم بتصميمه نفس الشركه اللي كانت صممت لهم قبل كده، لكن مش هيكون في زي خاص من الشركه الراعيه، يعني قميص او تيشرت خاص بالمباريات هناك، هو التيشرت العادي هيلعب بيه. في الوقت الحالي جاري البحث عن راعي او سبونسر للمباريات بتاعه النادي الاهلي طبعا في كاس العالم للانديه. كان تم نشر خبر النهارده على السوشيال ميديا ان النادي الاهلي هيحصل على 150 مليون جنيه في الرعايه في كاس العالم للانديه. الرقم ده غير صحيح بالمره، يعني الرقم ممكن يكون في الحدود من 15 ل 20 مليون، لن يتعدى ذلك. اخر حاجه المفروض ان النادي الاهلي لو حصل على مركز خلال مشاركته في كاس العالم للانديه هيحصل على مكافاه من الشركه الراعيه للملابس موجوده في العقد اللي ما بينهم وما بين النادي الاهلي. شوقي اتفضل. هديك حته رب خبرين في خبر. بس في دقيقه. في دقيقه. احسب. يلا بينا. يلا ابدا. يلا ابدا. موقف سامسون من رحيل بالنسبه لنادي الزمالك. حتى هذه اللحظه سامسون مكمل مع نادي الزمالك، مفيش اي عروض جات للاعب، ومفيش قرار من مستر فيريرا ان هو اللاعب يبقى خارج حساباته، خصوصا ان الزمالك حتى هذه اللحظه ما جابش لاعب مكانه. وحتى لو الزمالك جاب لاعب في كلام هيبقى يتم الرجوع لمستر فيريرا، خصوصا ان في كلام انه سيف الجزيري بيقدر يلعب جناح، فانت كده كده عندك منافسات كتير، ولو حد اتعرض لاصابه. اول خبر كام ثانيه؟ لا 20 ثانيه. 20 ثانيه؟ انا معايا 40. هسالك على مصطفى شلبي والعقوبه اللي وقعت عليهم، هل هتتنفذ ولا لا؟ هتتنفذ لانه الموضوع كمان هي اعتبروها سوء استخدام السوشيال ميديا في امور خارجه عن امور كره القدم. تمام، انت ليك حق انك تنزل صور، ليك حق انك تنزل الكلام ده كله، هلحق الخبر كمان. يلا بسرعه. يلا بينا. موضوع هنقول سريعا تفاصيل انتقال اوباما في الحزم السعودي. كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات وقلنا ان هو في منافسه ما بين ابها والحزم، وقدر الحزم ان هو يحسمها. الصفقه التوتال بتاعها 850 الف دولار مقسمه ما بين اوبشن توباي والاعاره، واوباما تنزل عن فلوسه نادي الزمالك. 58 ثانيه. هاي برافو شوقي. عبد الباسط. رابطه الانديه راح لها طلب انه اعاده مباراه الاسماعيلي والمقاولين، الطلب هيتحول للجنه التحكيم، لجنه التحكيم هترد على رابطه الانديه انه مفيش خطا في تطبيق القانون ولم يعترف الحكم والخطا الفني لا يعود المباراه. ويعني ده اسمه الشغل تحت ضغط. ضغط جامد جدا والله. لا نجحنا فيه. نجحنا جدا لسه معانا معاكوا دقيقه. لو عايز تسال الجماهير طيب ناخد سؤالين من الجمهور. اقول لك على حاجه مهمه انه بسرعه رابطه الانديه مستنيه ماتشات بكره وبعده الزمالك والاهلي، عشان خاطر لو الاهلي فاز هيأجلوا نهائي الكاس، يبقى رسميا يتأجل ميعاد بعد كده، ما لا قدر الله الاهلي مثلا او الاهلي يلعب سموحه او سموحه يتعمل. ريهام بشكرك طبعا، شكرا جزيلا. الوقت النهارده بس سرقنا لانه ضيفنا كان كابتن حسني عبد ربه، انما ان شاء الله باذن الله نبقى عندنا مساحه اكتر من كده. بشكرك يا ريهام، شكرا جزيلا. شكرا يا ابراهيم، بس اثبتوا كفاءه يعني. ابو شو انت رابر جامد. احنا مع بعض صحيح. عبد الباسط بشكرك، شكرا جزيلا. متألق وشياء صح؟ والله العظيم ردود الافعال. خلفتك و لا خلفت ايه؟ قسما بالله ما ينفع. لا 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 قسما بالله مناديلك. لا قسما بالله ما ينفع. مناديلك. لا 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 مناديل ولا لا مناديل ولا جرافات. لا جاي هديه فعلا، جاي هديه. لازم اطلع منهم دول. حلقتنا خلصت النهارده، بشكركم طبعا شكرا جزيلا، بشكر في العمل الكامل، نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله.